السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الورد على عيون الناس الورد والناس الفل. أحلى سادة مشاهدين مشاهدي شبكة التلفزيون النهار، حلقة جديدة وأخيرة هذا الأسبوع من برنامجنا آخر النهار مع تامر أمين، حلقة يوم الخميس الموافق 17 نوفمبر 2022 من الميلاد. حلقة مختلفة وحلقة إيقاعها سريع زي ما تعودنا، حلقة عنوانها اللقطات والأفكار والمكسرات والحلويات، وكمان الفقرة الرياضية السبايسي المشطشطة فقرة أوف سايد. النهاردة بس في مناسبة وفي ذكرى مهمة جدا 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 ما ينفعش تعدي علينا كده وإحنا مش واخدين بالنا. النهاردة 17 نوفمبر هو عيد ميلاد حد، بس الحد ده مش أي حد، حد ولا كل الحدود، عيد ميلاد شخص، لكن الشخص ده مش زي أي شخص. طب خلاص عشان مبقاش ممل وأطول، عيد ميلاد قيمة مصرية كلنا بنعتز بيها، والحمد لله الحمد لله احنا بنحتفل النهاردة بعيد ميلاده وهو معانا وعلى قيد الحياة، ويا رب يديله قد عمره عمر واثنين وثلاثة عشان يسعده ويهنيه بيه ويمتعنا ويفيدنا بعمره وبعطائه وبقيمته وبثراءه وبكل حاجة حلوة ما قدمها لنا هذا الشخص. هذا الشخص مثال للتواضع. الحمد لله يرحمكم الله ويحسن إليكم، الحمد لله يهدينا ويهديكم يا رب. هذا الشخص مثال للتواضع اللي أنا مش شفتوش على حد إلا نادرا، وهذا الشخص مثال للعبقرية اللي الحمد لله والشكر لله. في ايه؟ شفاكم الله وعافاكم. شفاكم الله وعافاكم. انا مختلف، انا الناس لما بيجي في سيرتي ما مش بشرق بعطس، لكن في النهاية الحمد لله على كل شيء، وربنا يهدينا ويهديكم ويعافينا من الشيطان الرجيم. هذا الشخص فيه تواضع مع عبقريته، وفيه بساطة مع علمه، وفيه جمال مع عظمته. سبحان من ركب الأشياء المتناقضة دي مع بعض. هو قيمة وقامة علمية، وعشان هسهلها لكم شوية، في الطب وفي الجراحة تحديدا ياما أنقذ أرواح، وياما عالج أرواح، وياما طبطب على ناس موجوعة، وياما قدم للطب وجراحة القلب علم وخبرة ومعرفة واختراعات واكتشافات وعمليات مكتوبة في التاريخ باسمه. متهيألي كلكم عارفينه، لانه مش لازم بس يبقى معروف، لا ده لازم يبقى معروف ومقدر ومحترم ويتم الاعتزاز به ويصبح مثار فخرنا كلنا، الأستاذ الدكتور المحترم السير ده لقب إنجليزي رسمي، كانت ملكة بريطانيا بقى اللي ماتت كانت منحته له نظرا لعبقريته وتألقه في الطب، وعمله سنوات طويلة جدا في إنجلترا. السير الأستاذ الدكتور مجدي يعقوب، واحد من الناس الحقيقة اللي لما تسمع عنه بس تحبه وتفرح بيه وتعتز بيه وتفخر بيه، لكن كمان لما تتعامل معاه عن قرب تقول ايه ده، ايه الجمال ده، ايه نوعية البشر دي. بتشوفوا مجدي يعقوب مالي واحد بشهرته وبقيمته وبتأثيره في الطب، المفروض ان كل نص ساعة يعمل تصريح، وكل نص ساعة يطلع في التلفزيون، وكل نص ساعة يطلع ضيف، وكل ساعة يعمل مؤتمر، يملى الدنيا ضجيج. حقه، ما كانش ده اللي هيعمل كده، امال محمد رمضان؟ ومع ذلك ما بيعملش كده، اللي بيعمل كده محمد رمضان، عشان تعرفوا بس الدنيا عاملة كده. هذا الرجل قليل الظهور، قليل الكلام، كثير الانتاج، كثير العمل، ولحد النهارده وفي سنه ده اللي ربنا يزيده ويحافظ عليه ويمنحه من صحه من عافيته ومن شفاه دايما، لسه بيشتغل بايده، حتى مش بس اكتفى انه يقعد ويوجه او يشرف او بقى يتنعم بقى خلاص باللي هو عمله في حياته، لحد النهارده
بيقف ويلبس الجوانتي ويلبس البلطو ويمسك المشرط ويخش اوضه العمليات عشان يعالج بايده ويفيد تلامذته ومساعديه من خبراته. اضف لكل ده بقى، يعني كل ده كفايه ويزيد، اضف لكل ده كمان مؤسسه مجدي يعقوب. هذه المؤسسه الخيريه اللي معموله علشان طبطبه على القلوب. يعني مش كفيه بس ان هو قيمه علميه كبيره، قال لك لا، ما استحق ان يولد من عاش لنفسه، فبالتالي قرر مجدي يعقوب ان يعيش لنفسه وللاخرين ولتحديدا خدمه المرضى والطبطبه عليهم، وكمان المرضى غير القادرين والفقراء لازم يلاقوا حد يطبطب عليهم ويعالجهم دون ان ينتظر منهم ثناء او اجرا. عشت يا مجدي يعقوب وعاشت معاك افكارك وعاشت معاك قيمتك وعاشت معاك عظمتك اللي فيها تركيبه فيها عبقريه العلم وتواضع العلماء. كل سنه وانت اطيب واجمل واعظم. Happy birthday to you. Happy birthday to you. النهاردة آخر أيام الجد في مؤتمر المناخ أو في قمة المناخ COP27 اللي استضافتها شرم الشيخ على مدار أكثر من 12 يوم. النهاردة كانت تقريبا آخر الجلسات، يمكن بكرة يوم الجمعة 18 يوم رحيل ومغادرة الوفود وإعلان التوصيات بس يعني. والحقيقة أنا متأكد إن في كلام كتير هيتقال على مستوى التحليل وعلى مستوى قراءة ما حدث في الـ 12 يوم، حيث تجمع العالم كله، كل هذا العدد من الدول وكل هذا العدد من الزعماء وكل هذا العدد من المتخصصين والخبراء في مجال البيئة وعلوم المناخ في مكان واحد في شرم الشيخ عشان يبحثوا ماذا نفعل لكي ننقذ الأرض من تهديد الطبيعة. والحقيقة إنه هنتكلم كتير لاحقا يعني، وكمان هنقيم مدى التزام الدول بما تعهدوا به في هذه القمة، لان القمة دي اذا جاز ان احنا نضع ليها عنوان فهو عنوان من كلمتين: التطبيق والتمويل. ثالث، الكوب 27 ده اتعمل قبليه كوبات كتير واتعمل قبليه مؤتمرات قمة مناخ كتير، المشكلة ان كلها اللي فاتت كلها كانت كلام في كلام، كلها كانت كلام في كلام، عايزين نعمل، عايزين نتفق، عايزين ننسق، طب ايه رأيكم نعمل مش عارف ايه، طب يلا بينا نعمل رحلة، كله كلام في كلام. عشان كده كان التأكيد على هذه القمة انها قمة التطبيق، implementation يعني تطبيق او تنفيذ، كويس؟ فبالتالي كل ما قيل في القمم السابقة المفروض انه القمة دي بتقول يلا بينا نطبقه، يلا بينا ننفذه، لان مفيش وقت تاني نضيعه اكتر من اللي ضاع. عشان كده حتى احنا مش بنحاول دلوقتي ننقذ كوكب الارض، ده احنا بنحاول ننقذ ما يمكن انقاذه، لان في جزء خلاص راح مننا مش نعرف نعمل فيه حاجه. النقطه التانيه العنوان او كلمه تانيه في العنوان اللي حطيتها لفكره التمويل. طيب عشان نعمل التنفيذ ده او التطبيق ده مش هنعرف نعمله غير فلوس بالبلدي كده، فكل دوله هتحط ايديها في الجبهه وتطلع فاضيه ترجع تقول بقى احنا معاكو، لا ما يلزمناش، لازم تدفع، لازم تدفع، فاكر لازم تدفع. ليه لازم تدفع؟ لانك لو دفعتش كلنا هندفع الثمن، كلنا هندفع الفاتورة، والدول اللي ضرت الارض اكثر وكان ليها اسهام اكبر في الانبعاثات الحرارية اللي عملت التغيرات المناخية عليها الدور الاكبر،
بالاضافه لانها الدول الصناعيه والمتقدمه اللي ميزانيتها واقتصادها اكبر، فبالتالي هي اللي ملزمه انها تدفع اكتر. كل ده هو ما تم مناقشته في المؤتمر، التنفيذ والتمويل. ده على مستوى المتخصصين والمشاركين. اما على مستوى الجماهير فهتلاقي لو سالت اي حد مصري خلال الفتره الكام يوم اللي فاتوا ايه اكتر حاجه قلقاك او شغلاك في موضوع تغير المناخ، هيقول لك موضوع تاكل الشواطئ وتاكل المدن الساحليه او التهديد اللي بيهدد المدن الساحليه. دي اكتر حاجه هو فاهمها وقلقاه، لان احنا عندنا شريط ساحلي طويل جدا جدا جدا. ويمكن هو ده الموضوع اللي قلقه، وهو له حق انه يقلق. كان موضوع الجلسة او الفعالية اللي حضرها النهاردة السيد محافظ الاسكندرية اللواء محمد شريف اللي مشرفنا ومنورنا على الهاتف مباشرة في البرنامج. مساء الخير استاذ محافظ. مساء الخير تامر بيه، ومساء الخير على السادة المشاهدين. اهلا وسهلا وبرحب بحضرتك معانا. واعتقد انه الموضوع الجلسة اللي حضرتك شاركت فيها النهاردة هو موضوع يهم كل الناس على مستوى العالم، وطبعا احنا كمصريين كمان يهمنا جدا فكرة المحافظة على الشواطئ والمدن الساحلية لجودتها الكبيرة ولطول السواحل المصرية. خليني في البداية يعني اشكر سعادتك على المقدمة الرائعة اللي أشكرك قدمتها تامر بيه. اشكرك. لانها مقدمة حقيقية عن الاوضاع في ظل التغيرات المناخية. الحاجة اللي عاوز ابدأ بيها، لدينا مدينة تسمى شرم الشيخ عالمية أجمل من معظم المدن الأوروبية بلا مبالغة، لأن أنا شفت العديد من المدن الأوروبية. عندنا مدينة تشرف مصر كلها. طب نشكر القادة السياسية والدولة على ما بذل من جهد في مدينة شرم. الحمد لله. الموضوع بقى المهم، الحقيقة اسكندرية أو محافظة اسكندرية يعني شاركنا في العديد من اللقاءات الهامة جدا، سواء مع البنك الأوروبي أو البنك الدولي أو منظمة الأمم المتحدة أو مع معهد علوم البحار. الحقيقة كانت لقاءات هامة جدا، وكان ما يهمني أنا كمحافظ اسكندرية ان اوضح المخاطر اللي بتتعرض ليها مدينة الاسكندرية ومصر بشكل عام من التغيرات المناخية. الابحاث العالمية، وانا بقول الكلام ده وانا رجل اداري وليس باحث او عالم، ولكن انا اطلعت كويس جدا على العديد من الابحاث العالمية بشأن التغيرات المناخية. فالعديد من الابحاث بتوضح ان مصر الدولة رقم 20 معرضة للمخاطر، ومدينة الإسكندرية المدينة رقم 5 على مستوى العالم معرضة للمخاطر نتيجة التغيرات المناخية. طيب هنخلينا في إسكندرية. على المستوى الصغير بالنسبة للعالم كله الوضع هيبقى فيها إيه. طبعا احنا لازم نوضح للمشاهدين في الأول ان التغيرات المناخية دي جت نتيجة الانبعاثات الكربونية والحرارية الناتجة عن الدول الصناعية الكبرى على مستوى العالم بما فيها الدول الأوروبية والصين وأمريكا والحاجات دي كلها. تمام. مصر بيخرج عنها انبعاثات كربونية قد إيه في العام؟ إحنا لم نصل إلى 6% مصر كلها بالكامل. أنا بعيد وأكرر الجملة، 6%. طيب اسكندرية فيها انبعاثات كربونية قد ايه؟ ودي ابحاث عالمية. 24%. يعني ما فيش انبعاثات كربونية او حرارية من مدينة اسكندرية او من مصر بشكل عام تستحق ان احنا نعمل عليها او نشتغل عليها تخفيف هذه الانبعاثات، ولكن الدولة بالكامل تم تسخيرها لتخفيض هذه النسبة المنخفضة. كويس. فطبعا النسبة منخفضة جدا، ورغم كده الدولة عاملة عشرات ومئات المشاريع لتخفيف هذه النسبة أيضا. ودي عشان نبقى مثال يحتذى به لكل الدول اللي فيها انبعاثات كربونية. نبدأ بقى نقول الانبعاثات الكربونية والحرارية دي وصلتنا لإيه؟ ده على مستوى العالم.
وصلتنا لارتفاع درجة حرارة البحار والمحيطات. طيب وبناء عليه القطب الشمالي بدأ في الذوبان بشكل غير عادي على مدار عشرات السنين اللي فاتت. وبناء عليه لما بنقول ذوبان يعني الأبحاث العلمية بتقول قارة الثلج الواحدة اللي بتدوب في حجم دولة إيطاليا. أيوه. فإذا بيزيد عندي منسوب البحار والمحيطات. مصبوط. فممكن يعمل غمر لمدن كاملة ودول كاملة. خليني يعني إحنا هنتكلم برضو في حدود مدينة الإسكندرية. نتيجة التغيرات المناخية إحنا شايفينها من عام 2015 زيادة كبيرة جدا في وغزارة في كميات الأمطار لم تكن معتادة. صح. تغيير مواعيد النواة، أصبحت النواة ما أقدرش أقول لك النهاردة نوت المكنسة ولا نوت، لا المواعيد كلها اتغيرت. ثالثا زيادة درجات الحرارة في الصيف بشكل إسكندرية لم تعتد عليه. مظبوط. نقص درجات الحرارة في الشتاء وبرودة إسكندرية ما اعتدتش عليها. قوة في العواصف والرياح بشكل بقى يؤدي الى سقوط البيوت القديمه والبلكونات والاعلانات واعمده الاناره. مظبوط. ده بيحصل بالفعل. صح. ايه تاني؟ التآكل طبعا، تآكل والنحر. ارتفاع الامواج بشكل غير عادي، احنا بنوصل عادي جدا كنا اقصى حاجه 3.5 و4 متر، دلوقتي احنا بنوصل 5 متر و6 متر. الميه بترمي من البحر على الكورنيش بالكامل سواء الحاره البحريه او الحاره القبليه. واخيرا ان عمليه النحر والتآكل اللي بيحصل في الشواطئ في اسكندريه، عندك شواطئ في سيدي بشر بدات تتآكل، عندك في الشواطئ في العديد من الشواطئ بتاعتنا بدل ما كان بيشيل بالعرض كده خمس شماسي وست شماسي بقى بيشيل شمسيتين. صح. طيب احنا بنتعامل مع ده ازاي او الدوله بتتعامل مع هذا الامر ازاي؟ ده اللي هندخل عليه وده المهم. اتفضل يا فندم. خلينا نتكلم في شواطئ مدينه اسكندريه. الحقيقه الدوله لم تبخل باي اموال عشان الحفاظ على شواطئ اسكندريه، وتم تكليف حمايه الشواطئ لعمل الحواجز المائيه اللي سعادتك لما بتنزل اسكندريه تشوف حجاره. صح. ضخمه اللي احنا بنسميها الصدادات. دي حجاره معموله بشكل معين وباشكال مختلفه عشان تحافظ على شواطئنا وتحميها من التآكل، وبتتعمل على مسافات معينه واحيانا بتتعمل على الشاطئ نفسه، وده كله وفق دراسات وابحاث بتعملها حمايه الشواطئ التابعه لوزاره الري. كويس. احنا عملنا ايه في اسكندريه؟ احنا مبدئيا ده يمكن على مدار السنتين ونص اللي فاتوا انتهينا من عدد 8 مشاريع ضخمه على شواطئ اسكندريه لتامين وحمايه الشواطئ بتكلفة 1,660,000,000 جنيه. ثم ايه اللي احنا كان نكون هننتهي منها في نهاية العام؟ هنبدأ في ثلاث مشروعات ضخمة اخرى هتستغرق العام القادم كله تقريبا، والثلاث مشاريع دي بتكلفة 1,900,000,000 جنيه. هي. انا بقول الكلام ده ان الكلام ده كله من خزينة الدولة. مفهوم. يعني خلاصة الكلام هنا يا سيادة المحافظ انه رغم التهديدات الحقيقية والتأثيرات المهمة على مختلف المجالات اللي سيادتك تفضلت بشرحها سواء على العالم او تحديدا على مدينة الاسكندرية عروس البحر المتوسط اللي تهمنا، لكن ده مش معناه ان احنا ساكتين، ده احنا كنا كمصر من اوائل الدول اللي تنبهت وعملت اجراءات يمكن سبقنا بيها كتير من دول العالم المتقدمة. كلام حضرتك تامر بيه صحيح، احنا بدأنا منذ عام 1944 قياس ارتفاع منسوب المياه. مظبوط. تخيل كان في سنة 44 ارتفاع منسوب المياه بيرتفع مليمتر واتنين من عشرة كل سنة. دلوقتي أصبحنا بنرتفع سنتيمترات. وحقيقة وصدقا لم تهتم الدولة بشكل رسمي بهذا الأمر والتغيرات المناخية إلا في عهد فخامة الرئيس. وهذه ده كلام يعني مظبوط. دي شهاده للتاريخ. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. انا بقولها مسؤول عنها قدام ربنا. بشكرك شكرا جزيلا سياده المحافظ. تمام. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا على هذا الشرح وهذا الطرح. وفيت وكفيت، واعتقد انه
الفترة القادمة ستشهد انتباه ويقظة ووعي من كل الناس، سواء على مستوى الدوائر الرسمية أو الإعلام أو حتى القاعدة الشعبية، في ضرورة الاهتمام بظاهرة التغيرات المناخية علشان نحاول نوفر لأحفادنا وأحفاد أحفادنا بيئة وأرض وكوكب صالحين للعيش عليه. طيب، النهاردة كان في اجتماع مهم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد وزير العدل مستشار عمر مروان طبعا. والنهاردة الاجتماع كان فيه زاويتين مهمين. الزاوية الأولى هي زاوية الرئيس كان محق فيها جدا، وهي توجيه الشكر والتقدير والتحية لقضاة مصر على عموم الجمهورية في كل القطاعات وفي كل المحاكم وفي كل التخصصات، للحقيقة للجهد الرائع اللي بيبذلوه قضاة مصر في كل لحظة وكل دقيقة تحقيقا لمبدأ العدالة. لأن انتوا عارفين العدل هو أساس الملك وهو أساس الحكم، والعدالة الاجتماعية كمان معناها أن يشعر الناس بأن ليهم ظهر لما يتعرضوا للظلم ما بينهم وبين بعضهم، يروحوا للمحكمة تجيب لهم حقهم. فالعدل هنا القضاء بيحقق العدل اللي هو أساس الحكم والملك، وبيحقق كمان نوع من أنواع العدالة الاجتماعية، وتحديدا كمان الجهد الكبير اللي بيبذل في محاكم الأسرة نظرا للعدد المتراكم جدا من الاختلافات والخلافات الزوجية اللي بتصل بيهم إلى محاكم الأسرة. أما النقطة الثانية، ودي بقى الحقيقة توجيه، أنا متأكد أن الملايين من أبناء الشعب المصري النهاردة سقفوا أول ما سمعوا أن السيد الرئيس أعطى توجيهاته بهذا الأمر. إيه هذا الأمر؟ هو أنه يتم توسعة أو زيادة عدد مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، ومحاولة زيادة الأوقات العمل الرسمية مع إمكانية وجود فترات مسائية كمان لمكاتب الشهر العقاري. ودي نقطة كانت في غاية الأهمية الحقيقة. محدش ينكر ان التطور اللي حصل على مستوى ما كانت ورقمنة مكاتب الشهر العقاري، وان انت دلوقتي تحجز بالتليفون وعندك عربية بتوصل لحد عندك وعندك التطبيق اللي اسمه أرغب في عمل توكيل وتوثيق، كل ده تمام إجرائيا وإلكترونيا بقت سهل. بس بسبب ان الدنيا اتنظمت عشان تحجز معاد دلوقتي بقى شيء يعني مش سهل قوي. اقرب معاد كان بيطلع لك بعد 5 و6 و7 ايام، حتى في المكاتب اللي هي بتسماها الفي اي بي اللي تكلفتها اعلى شويه لان لسه عددهم قليل. فتوجيه السيد الرئيس النهارده بزياده عدد المكاتب ووجود فتره مسائيه اعتقد انه هيحل المساله وهيعمل سيوله في شرايين التعامل. انتوا عارفين مكاتب الشهر العقاري دي هي اللي كل البيع والتجاره والعربيات والبضائع والعقارات والاراضي والشقق، كل حاجه يتم تسجيلها وتوثيقها وبيعها وشرائها في مكاتب الشهر العقاري. المستشار عمر مروان وزير العدل المحترم معي على الهاتف. مساء الخير يا معالي الوزير. مساء الخير يا استاذ. ازاي معاليك؟ ان شاء الله تكون بخير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. انا الحقيقه بضم صوتي لصوت السيد الرئيس النهارده في توجيه الشكر لحضراتكم، وحضرتك طبعا ممثلا لقضاة مصر على الجهد الرائع اللي بتبذلوه. انتوا دايما وجهه مشرفه للعداله وللقضاء وللشموخ في مصر، فدي تحيه واجبه بنضم صوتنا لصوت السيد الرئيس فيها للساده القضاء. اشكرك. شكرا جدا. الشكر لله. وكمان بنضم صوتنا في المطالبه والتعليمات والتوجيهات اللي اطلقها سيادته النهارده في توسعة رقعة جغرافية المكاتب الشهر العقاري وزيادة عددها، ويا حبذا لو أمكن وتم توفير الكوادر والإمكانيات يبقى فيه كمان فترات مسائية. أنا متأكد حضرتك تلقفت طبعا هذه التعليمات وتعمل الآن على دراستها. طبعا زي ما سيادتك تعلم، أول ما توليت وزارة العدل كان تكليف سيادته للوزارة حاجتين: تطوير المحاكم، وايضا تحسين الخدمات اللي بتقدمها الوزاره للمواطنين. صحيح. اهم خدمه بتقدمها الوزاره للمواطنين هي خدمه اعمال التوثيق والشهر العقاري. صح. التوجيه اللي قاله سيادته النهارده، احنا طبعا الاجتماع النهارده في اطار المتابعه الدوريه من سيادته لاعمال التطوير اللي بتقوم بيها وزاره العدل. مظبوط. وهو سيادته بيحرص كل فتره على الاجتماع بسيادتك علشان المتغيرات والمستجدات طول الوقت تبقى قدام عينين سياده الرئيس. بالظبط يا فندم. فالنهارده فعلا عرضنا اخر هذه التطورات وكان منها موضوع الشهر العقاري. أيوة. لو سيادتك ترجع بالذاكره 3 سنين كان موضوع الشهر العقاري ده مشكله مزمنه يوميا. صح. فكان كل بيشتكي، ما حدش بيعرف يعمل اي معامله في الشهر العقاري.
على مدار الثلاث سنين تم وضع خطة لتنفيذ التوجيه بتاع سيادة الرئيس. الخطة دي اشتملت على عدة محاور. المحور الأول إن احنا نزود المنافذ اللي بتقدم الخدمة، بنزود الفروع. الحاجة التانية نزود أعداد الموظفين، كان الأعداد ضعيفة جدا. صحيح. الحاجة التالتة نطور في آلية المعاملة نفسها، بدل ما سيادتك تروح ممكن تعملها من خلال الإنترنت. برضو كل ما الممارسة العملية تتم بيظهر لنا مثلا بعض الملاحظات أو بعض المشاكل، الملاحظات نقوم نعمل على حلها. صحيح. الملاحظة اللي سيادتك بتقولها إن بقى الحجز بقى ياخد 3 و4 ايام. فبنعمل ايه دلوقتي؟ سيادة توجه ان احنا نعمل فترة ليلية من 5 لـ 9. الفترة الليلية دي هتبقى بالعربيات بتشتغل من 5 لـ 9، بعض الفروع مش كل الفروع طبعا هتقدر تشتغل من 5 لـ 9، لكن هتبقى متاح ومعلن عنها على موقع مصلحة الشركة. هتعمل على الاقل خلخلة للتكدس اللي موجود على بعض الفروع. بالظبط يا فندم، بالظبط. ودي ان شاء الله هتتم، وبالتالي هتؤدي الى تقليل عملية الانتظار في الحجز. ممتاز ممتاز. ان شاء الله يعني دي. طيب سيادة المستشار، انا يعني في اطار التفكير بالتطوير، وانا كنت من اكثر الناس سعادة بالافكار اللي سيادتك وزملائك في الوزارة عملتوها في فكرة الميكنة والرقمنة، وبقى في عندنا مكاتب للفي اي بي دلوقتي تروح تخلص معاملتك وانت بشيء من اليسر والخدمة والرفاهية والفخفخة وبتاع، وبتدفع مقابلها. بس حقيقة انا نفسي هذه الفكرة تعمم بشكل اكبر. يعني في بعض دول الخليج ما فيش مكتب شهر عقاري هناك، لو سيادتك طبعا ادرى مني، اسمه كاتب للعدل، اسمه مكتب كاتب العدل. كل كاتب عدل في المدخلين، مدخل اسمه خدمة الجماهير العادي بالرسوم العادية، وجنبه الخدمة اللي هي الفي اي بي اللي هي بشوية، بس شوية اسبريسو على شوية كراسي اشيك شوية كذا. والحقيقة ان ده هو اللي بيصرف على ده يا سيادة الوزير. احنا زي ما بقول لسيادتك احنا عاملين فروع زي ما سيادتك ذكرت كده. أيوة. فروع الفي اي بي. وعاملين الفروع العادية اللي هي القديمة التقليدية. صح. بس الفي اي بي لسه عددها قليل شوية. ما هي خلي بالك في حاجتين. الفروع القديمة دي اما انها مستأجرة من القطاع الخاص، بالتالي ما نقدرش نعمل فيها تطوير كبير، لان ان اجلا او عاجلا هنتركها. الفروع الخاصة بالمملوكة للوزارة، الفروع دي مباني قديمة. بيبقى قدرتها على تطويرها انشائيا وادخال الميكنة برضو صعب، بتبقى مش يعني بتبقى احيانا بتبقى ميسرة واحيانا بتبقى مش ميسرة. فتوسعنا فين؟ في مكاتب البريد، لان عندها اوريدي المقرات بتاعتها مكاتب البريد. فتوسعنا فيها، عملنا الفروع في النوادي، عملنا في المولات، عملنا السيارات المتنقلة لسيادتك، السيارات اللي بتقدم خدمة توثيق المتنقل سيادتك تطلبها. دي خدمة ممتازة، خدمة ممتازة. كمان يعني مش السيارة بس، ده ممكن سيادتك الموثق دلوقتي معاه شنطة إلكترونية. أيوه. يطلع لسيادتك، نفترض حد عنده ظرف مرضي مش قادر ينزل للسيارة، العجائز وكبار السن، بيطلع فوق لغاية مكان المواطن. صح. ويقدله الخدمة في كل يسر وسهولة. يعني الفكرة عند سيادتك، لكن بيتم بس حسب المقرات التي يصلح فيها تطبيق هذا الكلام. بالظبط يا فندم. انا بشكرك. في نفس الوقت بنتوسع في الاماكن الاخرى زي الانديه والمولات. مفهوم. وخدوا اماكن واشتروا اراضي وابنوا مقراتكم يا فندم، ويعني زودوا الاصول برضو كله هينفع. ان شاء الله ربنا يبارك. شرفتني ونورتني يا استاذ بشار. شكرا جزيلا. بشار عمر مروان وزير العدل، متحدثا عن نتائج اجتماع سيادته النهارده بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، وتوجيهات السيد الرئيس بتوسيع مقار وفترات عمل مكاتب الشهر العقاري. التوجيه اللي عمله النهارده السيد الرئيس توجيه يدلك على حاجه مهمه قوي، مش عارف خدتوا بالكم منه ولا لا. تفتكروا السيد الرئيس وهو رئيس جمهوريه الان تفتكروا بيعمل توكيل؟ طب لو افترضنا انه بيعمل توكيل، تفتكروا انه هينزل ويقف في الشهر العقاري او يخش على الابلكيشن وارغب في عمل توكيل؟ لا، هيعمل التوكيل. لكن
التوجيه اللي عمله النهارده، يعني انا قصدي ان السيد الرئيس مش هيبقى عنده مشكله او عمره ما هيواجه خلال الفتره دي مشكله في الوقت او في الجهد او كذا في عمل توثيق او توكيل سواء له او لاي فرد من افراد اسرته الكريمه. لكن التوجيه اللي عمله النهارده يدلك على انه رئيس حاسس بالناس، عارف ان دي معاناه عند كتير من الناس سواء في التاخر. لان خدوا بالكوا السيد الوزير النهارده وقال لي، قال لي عندك حق، لما تخش تعمل على الابلكيشن بتاع رغم عمل توكيل ممكن تلاقي اقرب فرع فاضي فيه وقت ممكن بعد 4 أو 5 أيام. في بعض الناس ما يفرقش معاه، اهو بعد 4 أو 5 أيام كويس واروح براحتي برنس كده في الربع ساعه المتحالي اخش وخلص معاملتي وامشي وتمام. بس في ناس الاربع خمس ايام دول يبوظ لهم البيعه، في حاجه ما تستناش 4 أو 5 أيام، في صفقه او في عمليه او في شقه لقطه لازم اخدها دلوقتي واوثقها دلوقتي، لو استنيت شويه تروح مني، او عربيه كذلك في سوق العربيات في ايام مش عارف ايه. ففي حاجات لازم تخلص في ساعتها او بالكتير مداها 24 ساعه، لكن استنى 3 أو 4 أيام تبوظ مكسبها يروح او الصفقه نفسها تروح. فعشان كده في ناس بتشتكي. وكمان على مستوى الـ 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 الاحساس بالناس ده دي حاجه انا بعتقد انها موجوده طول الوقت عند السيد الرئيس، ودي ميزه يتميز بيها السيد الرئيس بشكل بجد والله بدون نفاق. فكره ان الرئيس مش معزول عن الناس، فكره انه ده مش رئيس كده في قصر الرئاسه عايش مع الاوراق والتقارير والافكار، لا ده عايش مع الناس. ولما الناس بيشتكوا من حاجه قبل الحكومة حتى ما تفكر تلاقي الرئيس وجه بيها، لانه اقرب ما يكون الى الناس وشاعر بالناس. فدي نقطة مهمة، لان انا ما حسيت النهاردة قلت التوجيه بتاع الرئيس ده ما يقولوش الا واحد عارف الناس بتقول ايه وبتشتكي من ايه ونفسها في ايه. فيا بخت للناس اللي رئيسهم قريب منهم. المناخ التي لا تزال تستضيف فعالياتها مصر بمدينة شرم الشيخ تناولت أولويات العمل المناخي وعدة قضايا حيوية شملت طاقة الهيدروجين الأخضر، الصحة، الأمن الغذائي، بالإضافة إلى عدة ملفات أخرى ذات صلة بتغيير المناخ. وفقا لما قاله الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، فإن قمة المناخ هذا العام تميزت بوضع حلول جذرية للقضاء على الجزر المعزولة، منوها إلى أن الرعاية الصحية وتغير المناخ مرتبط ارتباطا وثيقا، حيث انه من المتوقع ان تعمل جميع الانظمة معا لتحقيق اهداف مستدامة للامم المتحدة 2030 بما يضمن تحقيق صحة جيدة ورفاهية لكافة شعوب العالم، موضحا ان قمة مناخ COP27 خرجت بعدة توصيات وتعهدات من خلال التفاعل والتشارك البناء بين الدول المشاركة. فالقمة هذا العام ضمت 200 حدث مخصص للصحة لاول مرة منذ اطلاق اول مؤتمر مناخ في برلين عام 1995 بالأيام الوزرية المواضيعية الجناح الرئاسية. وشهدت فعاليات المؤتمر جلسة بعنوان يوم الحلول، وهو آخر الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ لتحقيق فعلي لشعار المؤتمر معا للتنفيذ من خلال إتاحة الفرصة لمشاركة أفضل الممارسات والدروس المستفادة والربط بين الحلول المبتكرة والجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي من خلال عملية متعددة الأطراف تضم جميع الشركاء. وخلال المؤتمر تم التأكيد على أن تغير المناخ أكثر الأزمات صعوبة في هذا القرن، حيث يعرض البشرية للعديد من التداعيات. فما بين عامي 2015 و2020 تسبب تغير المناخ في 76 من الفيضانات والجفاف والعواصف وتغيرات حادة في درجة الحرارة وزيادة مخاطر اندلاع حرائق الغابات في 114 دولة. وفي 2022 واجهت معظم الدول تحديات كبيرة نتيجة الظروف المناخية الحادة. وشهد يوم الحلول إطلاق عدد من المبادرات مثل مبادرة المدن المستدامة للحفاظ على التوازن بين التخفيف والتكيف وتأسيس بنية تحتية مرنة، وأيضا في مجال النقل وخاصة الكهربائية. وهناك مبادرة المخلفات 50 بحلول عام 2050 التي تهدف إلى معالجة أزمة إدارة المخلفات في إفريقيا، وأنه لأول مرة في تاريخ مؤتمر الأطراف يتم التعامل مع إدارة المخلفات الصلبة كفرصة مهمة للمساهمة في جهود التخفيف والتكيف مع تغير المناخ على المستوى العالمي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر يمكن أن يؤدي
يؤدي إلى مكاسب اقتصادية مباشرة قدرها 26 تريليون دولار حتى عام 2030، ويتيح أكثر من 65 مليون وظيفة جديدة منخفضة الكربون. كما أن الاستثمار في البنية التحتية المرنة في البلدان النامية يمكن أن يحقق 4.2 تريليون دولار سنويا. ووفقا لما قالته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فإنه يوجد بإفريقيا حوالي 19 مقلب مخلفات خطرة من أصل أكبر 50 مقلب في العالم موجودة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، موضحة أن انبعاثات المخلفات الصلبة الناتجة عن المقالب المفتوحة ومدافن المخلفات تمثل حوالي من 5 إلى 12% من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، بما في ذلك ملوثات المناخ قصيرة العمر. ويساهم الميثان الناتج عن تحلل المخلفات العضوية بحوالي 20% من تصريف الميثان العالمية، كما يمثل الحرق في الهواء الطلق للمخلفات 11% من الكربون الأسود و29% من الجسيمات الدقيقة. اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. حضراتكم عارفين انه على مدار الايام الماضيه كان في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الامريكي، والكونجرس الامريكي زي ما حضراتكم عارفين واحد من اهم مؤسسات صنع القرار في الولايات المتحده الامريكيه، وغالبا خلال السنوات الكتير اللي فاتت العشرين او الثلاثين اللي فاتوا في معظم الاحيان بتبقى الاغلبيه في الكونجرس من الحزب اللي ضد حزب الرئيس. يعني لو الرئيس جمهوري بتبقى أغلبية الكونجرس ديمقراطي، والعكس بالعكس. ليه؟ عشان الناخب الأمريكي بيحب يعمل حالة التوازن دي، يقولك لما يكون الرئيس عندنا ديمقراطي ما نخليش الكونجرس كمان معاه، فيبقى بيمرر اللي هو عاوزه، يبقى فيه نوع من أنواع المعارضة اللي تقفله شوية لو كان فيه قرارات يعني مش في الصالح العام قوي. وفعلا في بداية انتخابات تجديد النصفي كان في سيطرة شوية للجمهوريين على المقاعد، لدرجة ان الاوساط الامريكية ومراكز استطلاع الرأي في امريكا قالت انه غالبا هيبقى الامور زي السنوات الماضية وهيبقى فيه غالبية للجمهوريين. لكن في الساعات الاخيرة انقلب الحال شوية وسيطر الديمقراطيين على المقاعد الاخيرة بما احدث توازن في الكونجرس. هذا التوازن سيخدم جو بايدن بالتأكيد، الرئيس الأمريكي الديمقراطي، والديمقراطي ده بالصفة لأن هو من الحزب الديمقراطي. دلوقتي الكونجرس اللي تقريبا مناصفة ديمقراطي وجمهوري هيبقى يعني بيئة وأرضية مناسبة جدا للرئيس لكي يعمل خلال السنتين وشوية كم شهر اللي فاضلين له في الرئاسة الأمريكية. ده على مستوى انتخابات تجديد النصفي. أما المفاجأة الكبيرة واللي هتعمل حالة حراك كبير على مستوى السياسة وعلى مستوى الإعلام في أمريكا خلال الشهور القادمة هو ما حدث أول أمس، وهو إعلان دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق ترشحه على الرئاسة الأمريكية في الانتخابات القادمة ممثلا عن الحزب الجمهوري. وطلع ترامب ببدلته السودة الشهيرة والكرافتة الحمراء الشهيرة وبطريقته اللي فيها نوع من العظمة ونوع من الثقة بالنفس الكبيرة جدا جدا، وهو بيعلن هذا الكلام وبيقول انه امريكا الحلوة رجع تاني والخير رجع تاني والعظمة وامريكا التي تقود العالم رجع تاني في اطار الدعاء الانتخابية لنفسه. هل هناك فرص لدونالد ترامب ان يفوز في الانتخابات القادمة كمان سنتين؟ الله اعلم. لكن الاكيد ان احنا هنرجع الى الاثارة والى المتعة وإلى الشو لاستعراض السياسي الكبير، لأن وجود دونالد ترامب في المشهد يكفل هذا بشكل ممتاز. تمكن الحزب الجمهوري الأمريكي من استعادة السيطرة على مجلس النواب بهامش ضيق، ما ينذر بعهد جديد من الانقسام الحكومي في واشنطن بعد أن احتفظ ديمقراطيون بأغلبية مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. فبعد أكثر من أسبوع من توجه عشرات الملايين من الناخبين إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات النصفية، قالت وكالة أسوشيتد بريس إن الجمهوريين سيحصلون على الأغلبية في مجلس النواب الغرفة الدنيا بالكونغرس،
بعد حصد 218 مقعدا المطلوبة، كان حجم الأغلبية لا يزال غير واضحة، حيث ظلت بعض نتائج فرز صناديق انتخابات مجلس النواب متقاربة بشكل كبير، لكنها كانت في طريقها لتكون أصغر بكثير مما كان متوقعا في البداية، وهي نتيجة تضعف أيدي الجمهوريين، بينما تكشف عن الانقسامات الحادة في صفوف الحزب وتلقي بظلال من الشك على ما إذا كان كيفن ماكارثي سيصبح رئيسا لمجلس النواب. في هذه الأثناء أعلن ترامب رسميا أنه سيرشح نفسه للرئاسة للمرة الثالثة، حتى في الوقت الذي حثه فيه المشرعون الجمهوريون سرا وعلانية على التنحي بعد أن فشل العديد من مرشحيه المختارين في الفوز بسباقاتهم في الانتخابات النصفية الأسبوع الماضي، كما واجه الرئيس السابق نزوحا جماعيا من المانحين البارزين. فالانتخابات النصفية تاريخيا بمثابة استفتاء على الحزب الحاكم، واستعد العديد من الديمقراطيين لخسائر كبيرة في الفترة التي سبقت يوم الاقتراع، خاصة في مجلس النواب، لكن أداء حزب جو بايدن كان أفضل من المتوقع في سباقات مجلسي النواب والشيوخ في جميع أنحاء البلاد، حيث احتفظ بالعديد من المقاعد الحاسمة، وأصبح من الواضح في نهاية الأسبوع أن الديمقراطيين سيحتفظون أيضا بالسيطرة على مجلس الشيوخ الغرفة العليا للكونغرس، بعد أن حقق حزب بايدن انتصارات ضيقة في سباقات في نيفادا وأريزونا، وسيحدد حجم أغلبيتهم في مجلس الشيوخ الشهر المقبل في جولة الإعادة في جورجيا، وسيكون ترامب خامس رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يقدم على هذه الخطوة، على أمل أن يكون حظه أفضل من ثلاثة منهم سبقوه في تلك الخطوة. وتعهد ترامب بمنع إعادة انتخاب الرئيس الحالي جو بايدن في عام 2024، وقال لمؤيديه سأضمن عدم حصول بايدن على 4 أعوام أخرى، مضيفا بلادنا لا يمكنها تحمل ذلك، فيما رد الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعلان ترامب ترشحه مرة أخرى للانتخابات الرئاسية بالقول إن الرئيس الجمهوري السابق خذل بلاده خلال توليه لمنصبها. عندي لقطة حلوة. احنا كتير بنطلع في البرنامج هنا وننتقد سلوك بعض التلاميذ وبعض الطلبة في المدارس، ونعيب عليهم ان هم مش قادرين يعملوا علاقة محترمة مع مدرسينهم، ولا قادرين ان هم يعطوا للمدرس القيمة والاحترام والتقدير الذي يستحقه، وطول الوقت عمين نكلمهم عن قيمة المدرس وفضل المدرس و. بس الحقيقة المرة دي الطلبة هم اللي ادونا الدرس، المرة دي التلاميذ هم اللي علمونا يعني ايه عرفان، ويعني ايه تقدير، ويعني ايه وفاء، ويعني ايه معنى مهم قوي، معنى مهم قوي له علاقة بالتلميذ والأستاذة. طلبة مدرسة الرحاب في قها في محافظة الأليوبية، مدرسة الفرنساوي بتاعتهم توفاها الله رحمة الله عليها. كان ممكن يمر هذا الحدث مرور الكرام والمدرسة تزعل عليها وخلاص، لكن الحقيقة تلاميذ وطلبة وأبناء هذه المدرسة مش بس زعلوا عليها، لا، حبوا يودعوها الوداع اللائق، وحبوا يطبطبوا على روحها وهي تصعد إلى السماء، وحبوا كمان يوصلوا للعالم كله إن هم ممتنين ومقدرين وعندهم عرفان ووفاء لجميل هذه السيدة اللي علمتهم وربتهم وي. فعملوا لها مارش زي ما بيقولوا كده، عملوا لها وداع. مش عارف اذا كان معانا الصورة ولا لا، انزل بالصورة يا انس. عملوا لها وقفة زي بيقولوا كده المارش، عملوا لها وقفة وبالزي المدرسي، كلهم لابسين الزي المدرسي ورافعين لافتات ويفط توديع للأستاذة الراحلة هدى الجوهري مدرسة الفرنساوي اللي رحلت عن العالم، وتارك وراءها أطفال وتلاميذ وشابات زي ما انتم شايفين كده ممتنين وفي منتهى العرفان. أنا لما شفت اللقطة الحقيقة شعرت بقد إيه عندنا شباب وفي وشباب رائع وشباب ممتاز، وعجز لساني بجد عن الواحد يقول قد ايه انه فرحان بهذا الجيل من الشباب والبنات اللي عارفين قيمة المعلم وتأثروا بهذه المعلمة واعتبروها في مقام الأمة. شايفين معلمتي كنت نعم المعلمة ونعم الأم.
شكرا 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 جزيلا شكرا جزيلا للولاد والبنات دول، وشكرا جزيلا للمدرسة اللي واضح انها كانت متفانية ومخلصة في عملها ومتقنة في عملها عشان تبقى النتيجة كده، وشكرا جزيلا لكل اب وام لهؤلاء الولاد والبنات لان هم عرفوا يربوا صحيح. نعمة التربية اذا ما كانت نتيجتها شباب بهذا الشكل. هسيب حضراتكم دلوقتي مع حصدنا الاسبوعي، نشاط وجهود ومهمات وانجازات القوات المسلحة على مدار اسبوع كامل، منه الى الفاصل، وبعد الفاصل فقرتنا الرياضية اوف سايد. جهود كبيرة تبذلها القوات المسلحة من أجل حفظ الأمن محليا وإقليميا ودوليا. جهود من بينها أنه على مدار الأيام القليلة الماضية التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من رجال القوات الخاصة ورجال المنطقة المركزية والشمالية العسكريتين وعناصر من الشرطة العسكرية ومن القوات البحرية. بدأت اللقاءات بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل رفعة الوطن. ونقل القائد العام تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لجميع رجال القوات المسلحة، مؤكدا أن القوات المسلحة كانت وستظل درعا واقيا للوطن وحصنا منيعا يصون ويحمي مقدراتها، ورجالها على قلب رجل واحد يدافعون عن أمن مصر بأرواحهم ودمائهم ويضعون المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار. كما قام الفريق أول محمد زكي بمناقشة عدد من الضباط وضباط الصف والجنود في أسلوب تنفيذ مهامهم المختلفة، واستمع لآرائهم واستفساراتهم في مختلف المجالات، معربا عن سعادته لما لمسه من الفهم الواعي والإدراك الصحيح للقادة والضباط لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على أمن مصر القومية. كما اختتمت في وقت سابق فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك العقبة 7 والذي نفذته عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية والأردنية بميادين التدريب القتالي بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ومسرح عمليات البحر الأحمر، والذي يأتي ضمن خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين. وتضمنت المرحلة الختامية التدريب على تنفيذ عملية نوعية مشتركة بين عناصر القوات المسلحة المصرية والأردنية للقضاء على بؤرة إرهابية داخل قرية حدودية باستخدام مقلدات الاشتباك المايلز والذخيرة الحية. كما نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والأردنية عدد من الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر، تضمنت اقتحام جزيرة ذات أهمية حيوية وتطهيرها من العناصر الإرهابية والتدريب على أعمال الاعتراض للسفن المشتبه بها وإجراءات حق الزيارة والتفتيش. وتضمنت المراحل السابقة للتدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم التدريبية وتنسيق الجهود وتحقيق الدمج والتعارف بين القوات المشاركة من الجانبين وتنفيذ عدد من الطوابير التكتيكية والرمايات التقليدية باستخدام الذخيرة الحية ومن أوضاع الرمي المختلفة. كما شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي البحث الرئيسي لإدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان تنمية وتطوير الشخصية العسكرية داخل المجتمع العسكري في ظل المتغيرات والتحديات الراهنة، الذي يأتي في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة للعام البحثي 2022-2023. وانتهى البحث بتقديم عدد من التوصيات والمقترحات لتنمية وتطوير الشخصية العسكرية بما يواكب كافة المتغيرات والتحديات. يا مساء الورد على كل جمهور آخر النهار في كل مكان، فقرتنا كل أسبوع أوف سايد وكابتن تامر أمين. يا مساء الورد. مساء الفل، بتعملي لي مشاكل انت خالص ليه؟ يا بتفتح لنا كلام وبجاوب انا وبفتح على البحري، وبعد كده بقى ربنا بيقدرنا على فعل الخير. قول اللي في قلبك. الحمد لله. قول اللي في قلبك. الحمد لله. بس النهارده مسانا حلو جميل بفوز محمد صلاح عن طريق جايزه جلوبال سوكر لكل المشجعين اللي صوتوا له عن طريق منصه تيك توك. صحيح. فالنهارده احنا مسانا حلو. خبر حلو طبعا، وجايزه جديده بتضاف لسلسله وقائمه طويله لجوائز محمد صلاح العالميه. وطبعا يعني اللي عارفين كوره ومتابعين كوره عارفين جائزه الجلوب سوكر دي مختلفه شويه عن جائزه الفرانس فوتبول اللي هي الكره الذهبيه.
لان الكره الذهبيه دي جايزه المدربين والمتخصصين والنقاد، اما هذه الجايزه فهي جايزه جماهير. والحقيقه انه انا كنت متوقع ان صلاح يفوز بيها، مش بس علشان هو محبوب الجماهير، لا هو طبعا يستحق بالنظر الى المستوى الرائع اللي هو بيقدمه في الدوري الانجليزي والشامبيونز ليج كل سنه، بس هو محمد صلاح عنده تركيبه كده اللي هي اعتقد ليها علاقه بدعاء الست الوالده. عارفه امهاتنا كده واحنا صغيرين كانت بتقول دعوه لطيفه قوي، واضح انها لما بترشق ما بتهزرش، ربنا يحبب فيه خلقه، هي روح يا ابني وربنا يحبب فيه خلقه. في امهات بتقولها ويمكن هي بتطبخ وهي بتعمل الملوخيه بتعمل، مش مركزه قوي، بس واضح ان ام محمد صلاح كانت مركزه قوي وهي بتقولها له، روح يا محمد ربنا يحبب فيه خلقه. فالحقيقه الدعوه رشقت قوي. محمد سواء في مصر سواء في الوطن العربي سواء على مستوى العالم مش بس محبوب، لا معشوق. يعني في فرق ما بين محبوب بس وفي فرق ما بين معشوق. هو معشوق الجماهير وعنده حالة خاصة جدا، حتى في الأوقات والفترات اللي مستوى بينزل فيها الناس ما بتتوقفش عن حبه وبيقلدوه في كل حاجة، حتى في سجدته اللي هو بيعملها، في احترامه البيت ومنزله، في ادبه، في علاقته ببنته مكه. يعني الحقيقه الجميل هو عامل بقى حالة. كمان نتيجه الدعوه سبحان الله استجابتها، يعني خطوات صلاح العنيده اللي كل ما يقولوا خلاص صلاح راحت عليه، لا صلاح يجدد، يبدا يكمل يتحدى. صحيح. فربنا يوفقه، ودي كانت حاجه حلوه الليله دي علشان احنا مجروحين حقيقي والله. ليه بقى؟ ليه احنا ليه؟ انا واحده من الناس يوم خروجنا قدام السنغال من تصفيات كاس عالم بكيت، لكن خلاص نسيت. اليومين دول بقى والتحضيرات والتجهيزات والاول مره في منطقه الشرق الاوسط بيقام بطوله المونديال في بلد عربي في قطر، فبنتفرج على التجهيزات وهي قريبه قوي من قلبنا. نفسنا نروح القنوات نروح. المنتخبات واختيار القوائم، يعني مثلا انا عايزه واضح ان انت يعني لبس على مسمى، يعني مصفره قوي من جوه، حاقده. هو انا حاقده وبس، ده انا غيرانه. ما انت واضح اهو، ما انت هوريك. ما انت رقدت الواد اللي اسمه ساديو ماني اهو، ده واضح ان سفارك ده رقده. والله كل ما اشوف الصوره بتاعت صلاح وعلى وشه الليزر كده يعني بيوجعني برضه. هو ما بيوجعكيش دلوقتي ساديو ماني؟ هو انا اللي حسيت شعب السنغال هو انا اللي مع بايرن، شعب السنغال كله بيلطم على ان نجمهم مش هيلعب كاس العالم. فاطمه سموره نائبه رئيس الاتحاد الدولي للفيفا قالت انه هيجيبوا اطباء السحره عشان يعالجوا ساديو ماني. واضح ان السحره ولا الكاف؟ الفيفا بجد؟ لا الفيفا، فاطمه سموره اللي كانت قبل كده في الولايات المتحده الامريكيه، شخصيه سنغاليه قويه جدا بتجيد العديد من اللغات، وحاليا هي نائب الرئيس. ومش عايزني ابقى لا بس لا طيب لا. بالتوفيق ان شاء الله لكل المنتخبات العربيه ثم الافريقيه. ليه هو السنغال كله ساديو ماني؟ خليدو كوليبالي راح فين؟ لا 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 اسماعيل يسار، كل الناس دي تاني انت يا ولا تاني انت نفس الكلام اللي قلناه على ليفربول. ماله ساديو ماني؟ طيب هو ايه اللي ماله؟ ساديو ماني وجوده في اي فرقه 50% من الفرقه قوه ضارب. فاكر لما قلت لي ساديو ماني لما يمشي من ليفربول مش هيتاثر؟ قلت لك ليفربول هيتقسم وسطه، فاكره؟ فاكره. اهو حصل اللي انا قلته لك، وليفربول بيعيش أسوأ مواسمه في الدوري الانجليزي، وهتشوفي كمان منتخب السنغال في كاس العالم من غير ساديو ماني فاقد ساديو ماني هو العقل المفكر واللسطة والمعلم في وسط الملعب، وهو الهداف. خلاص هو ممكن يلحق المباراة التالتة وربنا يوفقهم ان شاء الله. يلحق المباراة التالتة؟ ان شاء الله. الوداع يجي بقى يقول سلام عليكم. لا لا ليه ليه؟ اللي انت متأكد ان المنتخب هيخرج بجد من دور المجموعات مش هيكمل ال 16؟ انا بقول لك ما اعرفش طبعا الاقدار، انا مش بضرب وضع، بس اللي انا متأكد منه الكورة بتقول كده ان ساديو ماني ده يمثل اكتر من 50% من القوة الضاربة لمنتخب السنغال، مش بس على مستوى صناعة الأهداف والهجوم، على مستوى الأسطى اللي بيعرف إمتى يفوق اللعيبة، والكابتن واللي يعرف يصحصحهم ويوقفهم صح، ويعرف يهدي الإيقاع إمتى ويسرعه إمتى ويدي سروهات يطلع. هو ده ساديو ماني. صلاح هو خارج من الملعب في السنغال هناك كان مع الحارس الخاص اللي حاول يعني يدافع عنه من الضرب. من عملكم صلت عليكم. لا لا ما بحبش كثرة. مش لا تمام. ما بحبش كثرة. أيوة تمام. أنا منتخب يتدرب هناك وتحط ليزر على اللعيبة. معلش أنا ما عنديش مشكلة. أيوة ساديو ماني عمل حاجة غلط؟ قال تصريح غريب جدا. لا. قال تصريح غريب حقيقي. لا ما تزكيش. ما تزكيش روح التعصب. خالص ما فيهاش تعصب. هو أنا استغربت للتصريح. فيش حاجة اسمها روح التعصب.
اللي انت بتقوليه ده بره التنافس الرياضي. طب وانا اول ما كلمت قلت ان انا زعلانه فرحانه ان ساديو ماني اصيب. انا قلت لك ساديو ماني عمل حاجه بره السلوك الرياضي؟ قلت اه، لان التصريح اللي قاله كان بره السلوك الرياضي. ليه عمل ايه؟ قال ايه؟ قال ان منتخب السنغال رد فعله في الملعب هناك في السنغال كان زي بالظبط جمهور المنتخب المصري هنا في استاد القاهره، وده ما حصلش. احنا رحبنا بيهم واستقبلنا اللعيبه في الملعب وسعفنا لهم. هو قال كده انه اللي عمله منتخب السنغال ليزر وضرب في صلاح وعزاز. لا 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 ما قالش كده. لا 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 ما تقوليش الولد. لا ما قالش كده. ده اللي قال كده اسمه ايه؟ مين راجل ابو ضفيرتين ده اللي هو المدرب اسمه ايه؟ ما اعرفش اسمه، مش فاكر اسمه ايه. اليوس سي. اليوس سي هو اللي طلع قال لك كده. قال لك جمهورنا هو اللي مش عارف ايه، ونفس الجنون اللي شفناه في المدرجات المصريه جمهورنا مش عارف. ساديو ماني فتحش بقه وراح وقف جنب صلاح ووساه وقال له معلش انا افتقدت كاس العالم ومش عارف ايه. بصراحه ساديو ماني ده ادب بيمشي على قدمين، اعمال خيريه واحترام عمري ما شفته بيقل ادبه ولا بيطول لسانه ولا بيعمل مش عارف ايه. فانا بقول لك في اكتر من ان هو السبب في ان احنا خرجنا من بطولتين كاس الامم وكاس العالم، هو السبب هو منتخبه. ومع ذلك انا بقول لك كره القدم فيها كده، ولازم نتقبل، وان احنا كنا لو اقوى شيء كنا احنا اللي حسمنا المواجهتين، وان احنا اللي بايدينا صلاح وزيزو هم ضيعوا ضربتين الجزاء مش 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 لعيبه السنغال. فبالتالي كل التوفيق لمنتخب السنغال. وانا بقول لك اهو انا زعلان كل جدا لمنتخب زعلان السنغال. جدا على اثاره ساديو ماني. لا بس انا حاسه ان اليو سي سي والحاله اللي عاملها بقاله كام سنه تقدر تطلعهم لدور ال 16، مش غياب بس يا رب ياخدوا كاس العالم مش قضيتي. انا بتكلم على تحليل ساديو ماني. شيلي محمد صلاح من منتخب مصر، محمد صلاح 90% من منتخب مصر اكيد، ساديو ماني ما قلتلكيش 90% لان في لعيبه تقال جنبه بس مش واحد من اللعيبه. تمام، يعني بقول 50% من المنتخب. ويا رب يا رب يلحق يلعب تاني ماتش او تالت ماتش او كذا، والا هنلاقيه بقى بيتفرج معانا على قهوه شقاوه هنا على كاس العالم. لا ان شاء الله يلحق، ربنا يوفقهم يا رب. طيب نروح بقى لمنتخب جميل خلاص ماشي بقى. انا بقول لك يا رب يلحق. طب اعمل ايه؟ انا ما اعرفش النتيجه بس يعني زعلان على غيابه عن كاس العالم. هما بيحاولوا دلوقتي في اصابته انهم يعالجوه ان شاء الله يلحق. ما اعتقدش. لا اصل هو الحاجات دي ما فيهاش اجبار زي صلاح في كاس العالم. لا ما هم خلاص اعلنوا رسمي ان هو مش هيلحق طبعا. ما انا بقول لك عشان كده ما فيهاش اجبار ليه زي اصابه صلاح قبل كاس العالم 2018. نفس الفكره اتقال لك مش هيلحق اول ماتشين. لا ده مش هيلحق، هيغيب ماتش اوروجواي بس مش عارف ايه. حتى لما لعب الماتشين التانيين هو غاب فعلا ماتش السعوديه ولعب ماتش روسيا وماتش السعوديه. الماتش التاني بتاع روسيا وماتش صلاح مش صلاح. لا طبعا اللي هو على راي محمود عبد العزيز في الفيلم انا مش انا يا دكتور. فصلاح مش صلاح. ففكره ان انت حتى لو مش فت مش هيديني اللي انا عاوزه منه. فانا بقول لك خساره فقدان ساديو ماني لمنتخب السنغال وللكره الافريقيه والكره العالميه في كاس العالم. يعني نروح بقى للمنتخب بلجيكا. شفت طبعا انت اكيد الاعلانات الدعائيه للمنتخبات واعلان القوائم بتاع كاس العالم، بس هو الفيديو بتاع بلجيكا ده الحقيقه كان يعني التوب. الملك فيليب ملك بلجيكا هو اللي عامل الاعلان بنفسه. انا المدير الفني وانا اللي بجهز وانا اللي حاطط هنا صوره كاس العالم وانا اللي بستقبل المدير الفني في القصر الملكي. مظبوط. وبيدخل المدير الفني يتفاجئ يلاقي التيشيرت المنتخب باسم الملك فيليب. صح. اسمه فيليب موجود وكمان حاطط الخطه للمنتخب وكمان هو اللي بيقف يدربهم ويدي التعليمات لواحد زي كيفن دي بروين طبعا نجم المنتخب البلجيكي. صحيح. قلت لك انه كرة القدم الملك فيليب المفروض بيدخل ومن كتر ما مركز المدير الفني في الخطة ما بيسمعوش هو بينده عليه. صحيح. كرة القدم يا أستاذة ولاء مش لعبة بس، مش مجرد 11 بيلعبوا 11، مش مجرد تسالي وكرة تخش الشباك هنا وكرة تخش وتخبط العرض هنا. كرة القدم حياة كاملة طبعا وفيها كل شيء. يعني هي مراية للحياة، فيها سياسة شايفه هو الملك دي كان مفاجأة حقيقية لينا. موضوع الفلوس والاستثمارات والتسويق والرعاية وبتاع ده اقتصاد. وفيها حياة اجتماعية زي اللي عندنا كلنا، فيها اجتماعيات اللي موجودة في حياة كل لاعب والكواليس بتاعته وخناقاته وأفراحه وكذا. فهي مراية للحياة كلها. وأي نظام، أي نظام دولة بيبقى في منتهى السعادة
لما يكون في عهده منتخب كورة قوي وبيجيب بطولات. أي خدي بالك كده من الكلام اللي أنا بقوله، أي نظام سياسي أكيد لأي دولة، لأي دولة خلقها ربنا في العالم، بيبقى فرحان لما يكون الوقت اللي هو بيحكم فيه عنده منتخب كورة قوي على مستوى العالم. بيعتبر ده واحد من أسلحة النظام، ده حقيقة، واحد من أساليب الماركتينج والدعاية والتسويق لهذا النظام السياسي. إنه بصوا عندنا فرقتنا فيها دي بروين وفيها لوكاكو وفيها كورتوا وفيها وعدي عدي عدي، كويس؟ فهنا مين اللي بياخد من مين في الفيلم ده؟ السلطة بتاخد من الكورة، الملك نفسه هو اللي بياخد من شهرة وسكسيه ونجاح المنتخب الأول لكرة القدم في بلجيكا، وهو الملك مش عارف، يمكن المنتخب يخفق ما يعملش نجاحات في كأس العالم، بس على مستوى ركوب الطائرة وهم رايحين مين المنتخبات التقيلة قوي قوي قوي؟ بلجيكا. يبقى أنا ما فوتش الفرصة، ذكاء. فمش المنتخب اللي استفاد من الفيديو ده، الملك هو اللي استفاد اكيد استفادة اكبر. صح. لان المنتخب في نفس الوقت حس بدعم كبير برضو طبعا، يعني السياسية في ظهره بالظبط. مظبوط بالظبط. فطبعا انتوا عارفين انه في بلجيكا النظام ملكي. ملكي على مستوى البروتوكول، يعني الملك ده شرفي لكن اللي بيدير هو رئيس الوزراء، رئيس الوزراء، لكن طبعا الملك هو رمز البلد. بالظبط. فده في حد ذاته لما يبقى الملك هو اللي نزل الملعب يدعمني، فيش هزار يعني، فيش هزار. فلا الحياة حلوة جدا. عندنا بقى مع نفس المنتخب بتاع الملك فيليب ان شاء الله المباراة بكرة. احنا كان برضو كان لازم نعمل فيديو دعائي واحنا رايحين الكويت، احنا رايحين نلعب ماتش ودي. مش مهم هي بالافلام، احنا نعرف نعمل فيلم. هو الحقيقة احنا ممكن نعمل لوط اللبس افلام كتير وثائقية وحاجات كتير. لا لوط اللبس اللي كنا نعمل فيلم دعائي، بس ما بشوفش فيه اهتمام يعني. لا لا كنا نعمل فيلم دعائي المنتخب بتاعنا بقى قفشة وصلاح وبتاع، هما معديين على بجة في السيدة وما بياكلوا لحمة راس وسمين وبتاع، وبعدين طالعين على ياخدوا بتاع من صوبيا من الرحماني وبتاع. كان ممكن نعمل والله فيلم دعائي ان اوعى بقى الوحوش طالعين على الكويت. انت زعلان؟ طبعا مقهور. زعلان ايه؟ مقهور. باعوا 30 منتخب رايحين يلعبوا كاس العالم واحنا رايحين نلعب مستك ناو. لا احنا قاعدين بنتفرج على منتخب كده زي الاوروغواي برضو، حاجه كده عظمه برضو، عشان برضو حته السلطه اللي بتاخد هنا من الكوره. طبعا. وسعيده بنجاح منتخبها هنا. بقى اوروغواي راحت في حته تانية، راحت لايه؟ الشعب. الشعب اتنين نقاشين في الشارع بيدهنوا الحيطان، يروحوا هما طالعين بتيشيرت سواريز مثلا. القايمه اللاعب اللي بعده كافاني، اطفال في المدرسه، ستات في الشارع. فهنا الكوره بتقول ان الشعب فعلا زي ما قلت المره اللي فاتت لما زرت البرازيل وشفت قد ايه هما مجانين بالكوره. هوس. فيعني اللي احنا بنشوفه ده ربنا يعديها على خير لحد بدايه ان شاء الله. بص يعني مثلا اهو. جميل جميل طبعا. بقول لك الكوره، الكوره هي اقول لك ايه، عارفه روح ايه؟ روح للناس. عارفه بالنسبه للاكل، مهما كانت الطبخه اللي انت عاملاها حلوه من غير ملح وفلفل انسي. يعني مهما كانت، تخيلي كده ان الكوره في حياه الناس عامله زي ملح وفلفل في الحياه بتاعت الاكل. الاكل طعمها وحش ايا كانت، انت عامله جمبري، عامله حمام، عامله سمون في ميه، عامله اي حاجه من غير ملح وفلفل، شوف الحاجتين اللي هايفين دول ولا ليهم طعم. هي اللي بتدي طعم للحياه، فلازم لازم تعرفوا قيمتها. مش انتوا الناس القائمين على الكوره في مصر يعرفوا قيمتها ويعرفوا اهميتها ويعرفوا انها مش مجرد لعبه، لا دي حياه وشعوب واستثمار واقتصاد وسياسه. سمعت راي حلو جدا جدا لحد حد مهم جدا بره، محلل سياسي اوروبي، قال ان الكوره شبه دلوقتي الاستعمار، بس القلوب، استعمار القلوب. شرق اسيا كلهم مثلا بيعشقوا الدوري الاسباني، هنا احنا الوطن العربي، عشان كده هم بيحاولوا يكون عندهم لعيبه من العرب ولعيبه من شرق اسيا. صح. ولعيبه افريقيين ونجوم كبار ويساعدوهم انهم ينجحوا. مزبوط. علشان احنا طبعا ندفع اكتر عشان نتفرج اكتر. صح. على أيوة لعيبتنا. انت حلال مصفي والله رغم اللون الاصفر اللي انت فيه ده. انا مش عارفه انت قلقان ليه من لون النهارده. قلقان ليه الاصفر ده؟ حد عشان ساديو ماني. انا اتكلمت ده جاب ساديو ماني الارض وراح على الله بس اروح لعيالي سليم النهارده. يا ساتر يا رب. كويس انت قلت نقطة مهمة جدا وهي نقطة الدفع. اهو عشان بس انا بثبت موقفي اهو في كل مرة وفي كل مناسبة وكل فرصة افتكر فيها الموضوع ده، لان انا ضد الدفع من اجل المشاهدة دي. انا ضدها سابقا
وحاليا وفي المستقبل. في امور وفي مجالات لا يجب ان يحرم منها المواطن في اي مكان على كوكب الارض لعدم قدرته المالية. منها الفن والرياضة. ليه؟ لان الفن والرياضة دول هم القوى الناعمة، هم اللي بيشكلوا وجدان الناس، هم اللي بيشكلوا منظومة القيم، هم اللي بيخلوه عايش وفرحان. الكورة والفن عندما يتحولوا الى اللي قادر يتفرج على كورة او قادر يتفرج او ياخد جرعته من الفن، هنتحول الى ديناصورات وقانون الغابة بتاع زمان للأسف. انا ما ينفعش اتفرج على منتخب بلدي بفلوس تحت اي بند من البنود ومحدش يقول لي اصل الوضع اتغير عن زمان ودلوقتي انا بدفع فلوس كتير. مين اللي قالك تدفع فلوس كتير؟ انا دلوقتي بكلم بقى الناس اللي بتحتكر المباريات والبطولات. مين اللي قالك تدفع؟ يعني ليه تدفع فلوس كتير عشان تحتكرها؟ ما تحتكرهاش، تجاره يا فندم، بيزنس. ما هو ده اللي انا بقوله لك يا فندم. البيزنس ده ما يجيش على قفايا انا. زمان ودلوقتي وكل يوم يا استاذه ولاء. صحيح. انا فاتح قناه اهو زي قناه النهار، كويس. قناه النهار دي قناه ايه؟ مفتوحه. مش مشفره بالزبط. مش بديكودر تدفعي عشان تتفرجي. مظبوط مظبوط تمام. هل معنى كده ان احنا بندفع فلوس ومفيش عائد؟ لا، العائد ان انا بعمل انتاج كويس يخلي المعلن يجي يعلن عندي فيجيب لي الاجر ويجيب لي الدخل. بالظبط. حلو. فيبقى المشاهد اتفرج ببلاش واحنا قدمنا انتاج اعلامي محترم والمعلن استفاد، دفع وخد شهره لمنتجه ودعايه لمنتجه. هي المنظومه بتمشي كده. هما الماتشات تبقى موجوده، انت بقى يا قنوات كذا ويا مجموعه قنوات كذا انقل الماتشات واعمل افضل تغطيه وافضل محللين عشان تجيب افضل اعلانات يجيب لك الدخل، لكن ما تاخدش الدخل من جيوب الناس. يا رب يسمعوك ويعملوا حتى ولو بنسبه. ما تقعدنيش على القهوه، القهوه تبتز وتستغل فيا تاخد مني كوبايه الشاي ب 50 جنيه عشان اتفرج على منتخب بلدي بيلعب في كاس العالم. احنا منتخب بلدنا ما بيلعبش في السنه. انا فاهم. انا بتكلم بصفه عامه. ما ينفعش، وانا اهلاوي، ما ينفعش انا بتفرج على ماتشات الاهلي في دوري المجموعات وفي السيمي فاينل وكذا اترمي في الشارع وادفع 100 جنيه عشان كوبايه شاي ولا فنجان قهوه عشان اتفرج على فريقي وهو بيلعب في افريقيا. ما ينفعش. ولا الزمالك ولا اي فرقه. الدفع من اجل المشاهده دي انا ضدها على طول. ما حدش يقول لي بقت استثمارات وصناعه، فلتزها بالصناعه الى الجحيم. ترجع الامور لنصابها. اعمل منتج كويس، اعمل افضل تغطيه للمباريات وافضل استوديو تحليلي، الناس كده كده هتتفرج عندك. والمعلن ساعتها لما يلاقي ناس تتفرج عندك هيحط فلوس كتير. ده كلام صحيح. هي دي الصياغه. كلام صحيح. لكن ترمينا في الشوارع وتخلي الناس تلجا تسرق سلكه وترجع بعد كده تقول لهم سرقه السلكه حرام، هو موت وخراب ديار. صح والله حقيقي. يا رب ما تكونش مشفره. دي الجمله اللي دايما بنشوفها على السوشيال ميديا لما يعلنوا حتى عن المباراه الوديه لفريقين مهمين مثلا. ده اكل وشرب نفس بتاع الغلابه والناس الحلوه والناس البتاع. حتى ما حدش يقول لي اصل المبلغ ايه، 2000 جنيه ولا 3000 جنيه ولا بتاع في السنه، مبلغ واكل بيه عيالي اولى. طيب يعني استاذ تامر اتعصب بما فيه الكفايه وانا لسه عندي حاجات هتعصبك. نطلع فاصل تهدى شويه ونرجع نكمل. اتفضل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وهحاول ان شاء الله يعني ما اعصبش استاذ تامر. لا بالعكس، ليه؟ مفيش عصبيه، بس هو انا موضوع التشفير والاحتكار المباريات والبطولات كره القدم دي بصراحه هي اللي معصباني، متعصبني طول الوقت من التسعينات لحد النهارده. هو شيء محزن لناس كتير فعلا، ناس مش قادرين يدفعوا الاشتراك ويتفرجوا على الماتشات. ما ينفعش احرم الفقراء من متعتهم واساومهم عليها اطلاقا يعني. طيب خلينا بقى نشوف ان شاء الله مباراة بكرة بإذن الله، بلجيكا ومصر. بلجيكا زي ما قلت لي الأسبوع اللي فات بتجرب فينا، واحنا الحقيقة محتاجين المدرسة دي قوي، محتاجين نشوف ناس بعد النيجر. آخر معسكرات لينا كانت ليبيريا والنيجر، وبرضو كان لك اعتراض قلت لي مع كل احترامنا طبعا للمنتخبين إلا أنهم برضو مستواهم متواضع. طب احنا هنقابل بكرة بقى كيفن دي بروين وإيدن هازارد وهنقابل الناس الحلوة طبعا. أكتر حاجة مفرحاني مش ان المباراه هتحصل بين مصر وبلجيكا، اكتر حاجه مفرحاني ان ده اللي كان المفروض يحصل لروي فيتوريا منذ البدايه. روي فيتوريا مدير فني احنا متفقين على انه محترم وسيرته كويسه واسمه كويس. وانا قلت لك انا مستغرب ان اتحاد الكوره نجح في انه في التعاقد مع مدير فني زي روي بصراحة فيتوريا. يعني انا بقول اللي عليا، انا ضد اتحاد الكوره كسياسه وكاداره.
لكن لما عملوا حاجة حلوة قلت بصراحة دي ضربة موفقة أو صفقة موفقة. روي فيتوريا لسه بيتعرف على الكرة العربية والإفريقية مش بس المصرية، العربية والإفريقية لأول مرة في حياته، عمره ما جه هذا المنطقة هذا جزء من العالم قبل كده ولا درب فيه فما يعرفوش كويس. فعشان يجي ويتولى منتخب مصر وخصوصا ان فترة التجمعات بتبقى قليلة ففرصة تعرفه على اللعيبة وإمكانياته بتبقى قليلة، كان لازم يتعمل اختبار في البداية نعرف بيه، يعرف مش احنا عارفين من مستوى منتخبنا، يعرف بيه روي فيتوريا حقيقة مستوى منتخبنا عشان يبتدي يصلح من النقطة دي. فهماني؟ عشان كده فاكر لما اتكلمت وانا اتعصبت وقتها على موضوع النيجر ومش عارف ايه وليبريا ان النتيجة حتى لو 3-0 بس ما يعني ما احنا كسبنا 3-3 ولا مش عارف ايه، بس يا فرحتي انا عايز روي فيتوريا يشوف حقيقة مشكلاتنا، حقيقة ضعفنا في الخروج بالكرة، ان الضغط الجماعي بنعمله وحش، التسليم والتسلم عندنا فيه بعافية، فينيشنج غلط، كل المشاكل دي عمرها ما هتبان قدام فرق ضعيفة المستوى. فلازم اختبار قوي يبين لك مشاكلك عشان تعرفي خلال السنتين اللي انت قاعدة فيهم مع منتخب مصر يا فيتوريا اعالجهم. وصلت؟ فانا فرحان ان دي بداية التعرف لروي فيتوريا بكرة. هو المباراة رغم انها ودية الا انها تحس من تحضيراتها كده انها واخدة الطابع الرسمي. لا هي مش ودية، هي ودية بالنسبة لنا. لكن بالنسبة لهم لا، هم الناس دي اساسا ماشيين، احنا عارفين انهم بتاع سيستم وسيستم قوي كمان، لكن انا بتكلم علينا احنا هنا في مصر واخدين الموضوع كأنه فعلا مباراة رسمية مش كأنها مباراة. لا انا بقولك هي بصي، هي الاجواء بالنسبة للعيبة بتاعت منتخب مصر ان هم طبعا فرحانين ان هيلعبوا بلجيكا اكيد، يعني اكيد. مش صلاح طبعا، صلاح بيشوف النجوم دي كل يوم هناك، لكن بقيه الفرقه بقى اللعيبه المصريه قفشه اللي منهم هيسجل هدف يعني هيتحط في التاريخ، هيلعب على كورتوا حارس مرمى الافضل في العالم الافضل في العالم، ومعرفش مين اللي هيلعب بكره في النص، امام عاشور ولا مش عارف مين، هيمسك دي بروين. فمجرد ان هو يمسك مش لازم يقطع منه كوره، مجرد بس ان هو يعني يضغط عليه هيقول له ممكن سيلفي. ايوه طبعا ده اللي هيحصل. فهي فرحه بالنسبه له ان هو هيلعبوا هذا الليفل او هذا المستوى أكيد. العظيم للعب. لكن منتخب بلجيكا مباراه مهمه جدا بالنسبه لهم لان دي البروفا النهائيه وده المقياس الاخير لمستواهم قبل كاس العالم، فهيلعبوا منتهى الجديه، واللعيبه اللي المدير الفني هيختارهم هيموتوا نفسهم عشان يضمنوا ويحجزوا تشكيلهم او وجودهم في التشكيل الاساسي في كاس العالم كمان كام يوم. فمفيش هزار من ناحيه بلجيكا، هو الخوف بقى علينا احنا، ربنا يستر. الخوف علينا احنا ان هم ما يقرصوش علينا قوي يعني، لان لو قرصوا هتبقى صعبه. متوقع ايه؟ التوقع؟ لا بلجيكا تكسب وشكرا. لا ما هو يعني احنا مكسب بلجيكا احنا يعني محسوب. الاداء بقى اللي احنا هنقدمه كمنتخب مصر هنقدم اداء دفاعي الله اعلم عامل ازاي. لو فتحت بدري هتبقى مشكله. لو بلجيكا جابت جون بدري هتبقى مشكله. بس انا متعوده على منتخب مصر بيجي في المباريات المهمه قوي قدام الفرق الكبيره تحس انه فاق كده، لو انا كمان كبير برضه. لا مش بالضروره، ما عندناش مقياس بأمارة ايه بقى، أمارة زمان زمان كان فيه وفي كان فيه وفي، بس ما دخلنا يعني انا فاكر مع الجوهري كان بيكسب كسب انجلترا انا فاكر مره 1-0 وكسبنا بلجيكا مره 1-0 وكسبنا رومانيا 3-1 ومش عارف. هو انا طبعا بتكلم عن حسن شحاته وجيله حسن شحاته طبعا كاس القارات عملنا فيه يعني صح، بس برضه خسرنا من فرنسا في ماتش ودي قبل كاس القارات 5-0 فاكره كان محسن صالح الله يمسيه بالخير. بس طبعا مش مشكله محسن ولا حسن ولا جوهري، احنا بنتكلم على انه منتخبنا ما يتضمنش في الحاجة يعني الله اعلم الله اعلم. وبعدين فيتوريا ما احناش عارفين هجومي ولا دفاعي لما يلعب فرق كبيره اول مره. ما هو ده بقى اللي انا عايزه اكلمك عنه. لما نزلت التشكيله والقائمه اللي قبلها كانت فيها ناس، بعد كده تم استبعادهم، هو له كل الحق طبعا في اختياراته، هو اللي يحط التشكيل وهو المسؤول صح. لكن هي شويه استفسارات مش اكتر يعني. هو لما قال في تصريح قبل كده انا مش هضم في حراس المرمى اكتر من حريسين عدوا سن ال 30، احنا اتفاجئنا ان هو مع محمد الشناوي ومحمد عواد ضم احمد الشناوي من بيراميدز. طيب انت استبعدت دلوقتي محمود جد، طب ما احنا دلوقتي بنبني للمستقبل، مش المفروض انه يكون في حارس منهم؟ هو صحيح مش بنسبه كبيره مش هيلحق ينزل يلعب صح، لكن احنا عايزين سن صغير. بس الكلام ده في البطولات والمعسكرات الطويله، لكن ماتش واحد اللي انت قلتيه صح، هو عارف انه مش هيلعب، فبالتالي هو هنا بيقول لك الماتش الواحد ده انا العب على الجاهز والخبره بالظبط. الثاني
لسه قدامي وقت اعيش معاه وصولا لكاس العالم 2026، اعرف ابني فيه ويبني فيا ونضم معسكرات وادي له ماتشات في تصفيات كاس الامم الافريقيه. هو ضامن انه هيقابل بلجيكا تاني او مدرسه زي مدرسه بلجيكا؟ يا ستي فريدي ضم جاد، فريدي ضم مصطفى شوبير، هيلعب بكره؟ لا هو هياخد الاجواء مش اكتر. هياخد الاجواء ايه؟ هيقعد يتفرج زينا طبعا يعني، بره ما عندهمش الكلام ده. مش ان انا قاعده جنبي يبقى اسمه الضم وبتاع، يجهزه يا يقعد في البيت. وده الصح، اركز مع اللي هيلعب. طيب احنا شفنا بعد كده عبد الله جمعه انضم، ادي بقى بالنسبه لي علامه استفهام كبير. ما هو لما سالوه عن سالوه ايه دي ما فيش فاهم، قال انا عايز اقيم عناصر جديده، انا عايز عناصر جديده اقدر اقيمها. طب هل هو في الفتره دي الصغيره دي قدر ياخد صوره كامله عن عبد الله جمعه؟ اخد صوره بس كودك. ما هو ما لحقش يقيم هو يعني، نزل الملعب عشان ياخد صوره ولا ياخد فكره ولا بتاع؟ طب هو ضمه في ايه واستنى؟ اخره قال له ابعت لي صوره على الواتساب عشان اعرف بس شكلك وملامحك عامله ازاي، خصوصا كان يعرف انه قبل كده كان بشعر قبل ما يحلق. انا هموت واعرف شافه فين يعني، هموت واعرف وهو جاي من لشبونه لحد هنا عبد الله جمعه قاعد على الدكه شافوا فين عشان ياخدوا معاه. ما هي دي الاستفسارات بقى الصغيره اللي حاول. لا برضو مش اعتراض، ممكن جدا عبد الله جمعه يلعب بكره اساسي ويبقى مان اوف ذا ماتش، ما عنديش اعتراض. له في خلقي شؤون، انا سؤالي بس انا فاهمه انت مش هداك، مش اعتراضك على عبد الله جمعه نفسه، عرفته فين يعني، سمعت عنه فين بالزبط. بس اذا كان فينيرا نفسه ما بيلعبوش مدرب الزمالك، فهو عرفه ازاي؟ جابه منين؟ طب استنى، ما هو اللي هيجنن اكتر برضو ان محمود علاء كان بيقعد في الموسم اللي فات دكه لحسام، حسام عبد المجيد. لا معلش، حسام محمود علاء بعيدا عن رايي في مستواه المالديني، تمام خلي ده نحط ده جانبا على جنب، بس بيلعب مع الاتحاد اساسي من بدايه الموسم، بيلعب مع نادي الاتحاد سكندري اساسي في بدايه، خلاص شافه. شافه مش تمام، هو اعجب بيه لسه، علاء ما وريهوش ابداعاته بقى اللي بيعملها لنا. ماشي تمام. لا خالص انا بكمل. يعني لسه محمود علاء ما وريهوش بقى الحاجات المالدينيه. تمام تمام، شافه لعب قدامه ماتش واتنين وثلاثه فشافه، يمكن اعجب بحاجات، اعجب بتحركه، اعجب بحاجه احنا ما بنشوفهاش. ماشي تمام، لكن انا بقول لك عبد الله جمعه شافه فين؟ يمكن قابله في النادي صوت يعني، اتغدوا مع بعض مش عارف. لا هو انا بتكلم بس على حته حسام عبد المجيد ومحمود علاء، انه كان بيقعد له دكه في الزمالك السنه اللي فاتت. السنه دي بقول لك بيلعب محمود علاء، ففي في حاجه شفتها، هي دي الفرق بيني، عشان انا مش بنتقد من اجل الانتقاد، انا شفت لعيب خلاص، هو انا هفهم زي رون فيتوريا اكيد، هو شاف محمود علاء انه ما يستحق ان ينضم للمنتخب في ظل اصابه الونش وعبد المنعم. تمام ماشي، انا بقول بقى شاف فين عبد الله جمعه؟ بس هو ده السؤال. طب ضمن الاستفسارات رقم ثلاثه بقى، كلنا حقيقي يعني اهلاويه زملكاويه مش مختلفين ان باك يمين الافضل في مصر حاليا بناء على شغله وادائه وشغله على نفسه اكرم توفيق. صحيح. عمر جابر في كلام سمعناه انه ممكن يبدا بعمر جابر، طب هل روي فيتوريا في دماغه حاجه او فكر جديد شافه برضه في عمر جابر هيقعد اكرم لعمر ويبدا بعمر؟ ولا ما اعتقدش وما تمناش. يعني ما اعتقدش وما تمناش طبعا. عمر جابر لعيب كويس، بس انا في رايي انه عنده مشاكل دفاعيه خطيره، يعني مشاكل دفاعيه في التمركزات والتغطيه، هو سريع وبيتحرك كل حاجه بس عنده مشاكل دفاعيه خطيره. والله انا بشوف عرضياته الحقيقه يعني لازم يتدرب عليها من اول وجديد. ده قدام، انا بتكلم على المهمه الاساسيه الاول للباك اليمين، اسمه ايه؟ باك يمين صح؟ ظهير يمين. فالاول انه يبقى عنده مهمه دفاعيه، وبعدين لما نتكلم على تكملته الهجوميه. فهو دفاعيا عنده مشاكل كبيره في التغطيه وفي التاكلينج في الوقت المناسب وفي التمركز والتغطيه العكسيه. كويس؟ فلما ده يحصل قدام منتخب كبير زي منتخب بلجيكا ربع الخطا بيستغله، هتبقى مشكله كبيره. فانا مش عارف بناء على ايه التقارير اللي بتقول انه روي فيتوريا احتمال يبدا بيه عمر في ظل جاهزية أكرم توفيق اللي قدراته الدفاعية ما فيش حد يقدر يفتح بقه فيها. قدراته الدفاعية بيبرشم من الجبهة اليمين دي لما بيكون في مستوى برجولته وبحماسه وبتدخلاته اللي في التوقيت السليم. مش عارف يعني، أنا أتمنى هو احنا لينا بس شوية استفسارات مش أكتر. هو لو في النهاية عمر جابر التشكيله النهائيه له هو في الاخر طبعا. مش لينا بس، هي استفسارات غريبه شويه. في النهايه هو مش احنا بالظبط، احنا بس لينا ان احنا نقول نصايح، هو ياخد بقى ما ياخدش بقى وحر.
طيب هو بس عندي سؤال، هو اللي بيخرج من الاهلي بيتقل مقداره؟ لما بيخرج من الاهلي خائنا يتقل مقداره. والله بقى يعني انا شايفه حاجه غريبه. في ناس خرجت من الاهلي معززه مكرمه ولحد النهارده علاقتها بجمهور الاهلي واداره الاهلي على اعلى مستوى. لما تخرج باحترام لك منا الاحترام، لما تخرج هربان او ناطط من فوق السور او جاري ورا الفلوس او جاري ورا الطموح، لا لك ذكر عندنا لا وفاء ولا احترام. اصل يعني موهبه فذه جباره طلعت بسرعه الصاروخ من يوم ما قال يا كره في الاهلي وهو بينضم للمنتخب، حاليا ما بينضمش ولما بينضم ما بيلعبش اساسي. رمضان صبحي عدم انضمامه لصفوف المنتخب عشان هو خلاص خرج من الاهلي ولا رؤيه فنيه عشان مستواه؟ نعم السؤال اهو واضح جدا. انت عايز رمضان صبحي ينضم لمنتخب؟ انا ما اقدرش اقول مين ينضم ومين اللي ما ينضمش. انا بسال هو ليه ما انضمش، عشان هو بره الاهلي ولا رؤيه فنيه لمستواه؟ عشان ما يستحقش طبعا الانضمام للمنتخب لانه ما بيقدمش حاجه. ده انا في رايي ان هو بيلعب اساسي في بيراميدز علاوله. علاوله؟ علاوله مجامله. ليه؟ مجامله؟ اه طبعا مجامله، عشان بس عقده والاضواء اللي جت وقت انتقاله والفلوس اللي اتدفعت فيه. لكن رمضان اسهمه ايه مع بيراميدز؟ هو بيراميدز لسه ما عملش حاجه لحد دلوقتي بس. وكمان لما رمضان بيلعب ما بيعملش حاجه اكتر مع بيراميدز، يعني في لعيبه في بيراميدز بتادي لبيراميدز افضل بكتير من وجود رمضان في التشكيل. يعني نقول موهبه رمضان بتموت؟ ما اعرفش بقى بتموت ولا بتفرفر، بس في النهايه يعني انا قلتها وهم ساعتها زعلوا مني وافتكروا مني ان انا بهاجمه وان انا مش طايقه وبتاع. قلت لهم يا جماعه انا نزعت من قلبي الحب والكره، انا بتكلم ما عنديش، انا دول مش قرايبي، مش ابن خالتي، مش بنتي ولا ابني، هما دول انا بحبهم وبكره ومش عارف ايه. لكن في الكوره احنا بنتكلم تقييم بالعقل. انا قلت يوم المؤتمر الصحفي اللي عمله رمضان وقال فيه انا حسيب الاهلي وهجري ورا الطموح، قلت دي الجريمه الاكبر في تاريخ الكره المصريه اللي بيرتكبها رمضان صبحي، مش في حقنا كاهلاويه، في حق نفسه. وهيشوف وهو شاف موضوع سهل وبسيط، ما فيهوش حب وكره، تقييم مع كل الاحترام لكل الاشخاص. طيب انا هقرا لك حاجه سريعه. الاهلي يفعل كل شيء لتدمير مستقبلي وقراري قتلهم. تصريحات من اللي ما كانش له بديل في النادي الاهلي. عبد الله السعيد، ظالم ولا مظلوم؟ والجمله دي اللي ما بقولها على اي حد بيطير. قلتها قبل كده على كارلوس كيروش طار، قلتها على بيتسو موسيماني طار، بسألك للمرة التالتة وربنا يستر، عبد الله السعيد ظالم ولا مظلوم؟ ظالم نفسه. طب واللي بيحصل فعلا الأهلي اللي بيعمله معاه يستحقه ولا ما يستحقوش؟ هو أنا ينفع تغلطي فيا وفي حق نفسك وبعدين تلوميني إن أنا بحافظ على حقي؟ ده ايه ده يعني تحت اي بند ومسمى؟ مين اللي راح مضى على عقد ب 40 مليون وقبضهم وهو بيلعب عندي وبيلعب بيلبس تيشيرتي؟ مين؟ عبد الله السعيد. بس خلاص الموضوع انتهى. اي حاجه تحصل بعد الاكشن ده مين اللي يتحمل مسؤوليته؟ هنقل لك وجهه نظره اللي بيحاول يشرحها. إيه انا فاهمه. دايما ما تبصيش على التوابع، بصي على الزلزال. ما ينفعش تقولي لي التوابع دي بتاعت اسمها توابع للزلزال، الاكشن الاصلي انت لعيب، انا بحطك فوق دماغي وزاعق وبقول عليك اللي ملوش بديل، في احلى من كده في الدنيا؟ يعني بقول ذا وان اند ذا اونلي وان، ذا اكسبشنال، الاستثنائي الذي لا بديل له في مركزه بيلعب عندي وانا معترف بقيمته وبفضله زي الفل. حلوة قوي. وفئه اولى وفئه يعني كل حاجه تمام. طيب. انام بالليل اصحى الاقي ماضي عقد في النادي المنافس وقبض الفلوس. انت بتقولي ما تتكلميش في توابع زلزال. اي فهمك. ينفع اتلام انا على اي حاجه بعد؟ لا لا، ايا كان للحفاظ على حقي ومصالحه جماهيري اللي كانت الاكشن اللي انت عملته ده سبب ليهم صدمه ولطمه، ما تلامش عليه. في قاعده في العربي اسمها لا تلومن الا نفسك. كلام جميل، وانا بحاول انقل لك وجهه النظر اللي بيتكلم بيها عبد الله السعيد او المحامي بتاعه. بيقول انه احنا في زمن احتراف وده نادي كبير اللي هو النادي الاهلي طبعا، افريقيا ازاي يتعامل مع لاعب بالشكل ده واحنا في زمن احتراف؟ يعني بزنس. وهو
اتعامل مع الاهلي وقت ما كان عايز يمشي باحتراف؟ هو قال ان انا لعبت، ولما كلمني المنافس وابتدى يفكر انه يروح له يعمل ايه بقى؟ النادي الاهلي قال له لا، سمع كلام النادي الاهلي وفضل معي، وبعد كده النادي الاهلي بعد ما مضى. يا ولا انت بتتكلمي في ايه؟ انت اوعى تغيري الحقائق. الكلام اللي بتقوليه ده بعد ما مضى. تمام. بعد ما مضى وقبض، ده خد الفلوس كاش في شنطه من امير. هو انا مش بغير حقائق، انا بنقل الصوره. لا بس يا بابا، يعني في فرق. الكلام اللي بتقوليه ده لو ما كانش مضى وقبض كان عدى العيب. مفاضاه كل لعب طول الوقت مع الانديه الثانيه، تعلي سعر، تشوف توبها وميزانها وسعرها في السوق، لكن امضي واقبض. هو بيقول ان هو كان له طلبات والنادي الاهلي مش بيحققها له. لا، الف سلام عليه، ان شاء الله تكون اتحققت دلوقتي. هو والله انا اللي طلعت بيه من المشكله دي هي حاجه القول. والله انا مش بتكلم دلوقتي عشان انا اهلاوي ولا انا اسماعيلاوي ولا انا زملكاوي ولا انا بتكلم دلوقتي على حق. لما لعيبي، لو لعيب في الزمالك عمل كده هطلع ادينه، حتى لو جه وانضم للاهلي بالشكل ده هطلع ادينه واقول ما يصحش. انت بتلعب في قلعه كبيره، عليك ان تحترم ناديك. يوم ما النادي التاني يخاطبك ما عندكش غير رد واحد، انا بلعب في نادي اسمه كذا، روحوا تفاوضوا معاه وانا تحت امركم. هو ده الشكل المحترم. لو الزمالك كان خد عبد الله السعيد من الاهلي عن طريق تفاوض واتفاق وعقد مع اداره الاهلي، ولا اقدر افتح بقي. ما ياما لعيبه انتقلت من الاهلي للزمالك ومن الزمالك للاهلي وما فتحناش بقنا ولا اتكلمنا. صح. ايمن شوقي، تفتكر اللعيب اسمه ايمن شوقي؟ اسمع ايمن شوقي واحد بس تعرفه طبعا يعني حاليا واحد من نجوم التسعينات في جيل الاهلي. كويس. بعد ما خلص مشواره مع الاهلي لعب فين؟ الزمالك. لعب في الزمالك، لابس تيشيرت الزمالك ولعب. انا بسمع. بس كان انتقال محترم. مين بيقدم الاستوديو التحليلي لقناه الاهلي دلوقتي؟ ايمن شوقي. شفت اللي انا بقوله لك؟ مفيش خير وفقوس، في صح وفي غلط. تمام. ايمن شوقي لعب ومشي من الاهلي بمنتهى الاحترام، والاهلي قال له شكرا، احنا كده مدتك خلصت معانا ومش عايزين منك مجهود اكتر من كده وبتاع، والراجل شايف ان هو عايز يلعب تاني، فراح انضم بكل احترام نادي الزمالك دون اي خيانه للاهلي. خلص وسافر وعمل بيزنس بره ورجع ومش عارف ايه، عشان علاقته كويسه. هو اللي بيقدم دلوقتي الاستوديو التحليلي لقناه النادي الاهلي. في اكتر من كده اشاره انه مش زكريا ناصف. زكريا ناصف لبس تيشيرت الزمالك بعد الصوالات والجمال، كلنا فاكرين جون زكريا ناصف في عادل المأمور في الدقيقه 89 في ماتش القمه، مش فاكر كان في الثمانينات، ولما خلص مع الاهلي لعب في الزمالك. ودلوقتي علاقته بالاهلي زي الفل، وجمهور الاهلي زي الفل، وكتير من اللعيبه راحت هنا وجت هنا. انا بتكلم طول ما انت ما غلطتيش جزمتك على راسي. اول ما تعملي خطا في مقابل الطمع للفلوس او للطموح او ما تجيش تلوميني. طب ما هو بعد ما مشي، بعد ما اضربك واقرصك تقولي ينفع كده؟ اه ينفع كده، انت اللي عملت في نفسك كده. بعد ما مشي المفروض اللي ما كانش له بديل، اللي حصل ان الاهلي حصد بطولات الحمد لله مش قليله طبعًا. يعني دوري ابطال مرتين وكاس برونزيه كاس عالم، ده معناه ايه بقى؟ مرتين ودوري وسوبر. ماشي. الفكره بس هنا ايه؟ انه مفيش حاجه اسمها اللاعب اللي ما كانش له بديل، ده كده الاهلي اللي ملوش بديل. الحمد لله. هو الاهلي طبعا هي دي الفكره. طب هنا الجمهور بقى هو اللي بيدي للاعب اعلى من قيمته جزء منه. بس التعبير ده للاسف اللي كان طلعه الله يسامحه حسام البدري هو اللي كان ماسك الاهلي وقتها، وكان عبد الله السعيد مستواه متذبذب، كان تعبان واجهد ومش عارف مستواه متذبذب، وكان حسام البدري مصر على انه يحطه في التشكيل الاساسي ويكمل ال 90 دقيقه كلهم ما بيطلعوش حتى، رغم ان هو اسوأ واحد في الملعب. كان في فتره كده جاد مستواه تعب وتذبذب زي اي لعيب في الدنيا. تمام. فالناس بتقول لحسام البدري، حسام البدري عبد الله السعيد مش في مستواه، اوف بقاله كام ماتش وبتاع، طلعه ريحه. فهو اللي طلع قال لك عبد الله السعيد ملوش بديل، هو اتحط في التشكيل وحط حوالي 10. من ساعتها بقى لزقنا فيه اللي ملوش بديل ده. طيب بسرعه برضو نكمل النادي الاهلي، لان محمد محمود وزياد طارق وحسام حسن كولر، المفروض ان اداره الاهلي بتحاول تتوسط عنده علشان زياد طارق وعلشان حسام حسن. طيب زياد طارق افضل له يطلع اعاره فعلا طبعا، ولا المفروض ان قطاع الناشئين اللي بيفرز لنا لعيبه حلوه قوي وبيطلع لعيبه المفروض ينضموا للصف الاول او الفريق الاول في الاهلي، المفروض ان هو يكمل مع الاهلي؟ اللي انت قلتيه مظبوط، وعشان مظبوط يطلع اعاره. عشان مظبوط طبعا. انا دلوقتي عندي لعيب
بشاير موهبة، بشاير موهبة، ويمكن انه يتألق وممكن يبقى واحد من نجوم الكرة المصرية، بس محتاج يتوتك وياخد خبرة وياخد ماتشات وياخد وقت واحتكاك. وانا عندي مش هقدر اديله كل ده، لان انا نادي بنفس على البطولة، ما عنديش وقت ان انا اقعد ادرب واصبر واستنى عليه شوية واديله ماتشات وهو مش قوي، مش هينفع. انا كل ماتش عندي، الماتش التعادل بالنسبة لي بيبقى خسارة، جمهوري ما بيصبرش عليا. اعمل ايه؟ عندي حاجتين، يركنه وما يشوفهاش فبالتالي بقى قضيت عليه، يطلعوا إعارة يلعب في الدوري ويبقى واحد من نجوم الأندية تانية في الدوري بقى في كل الأندية، وبعد كده يرجع لي أنا يسقل وياخد اللي أنا قلت عليه بقى اللي هو الوقت والاحتكاك والخبرة وكذا 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 ويرجع زي أكرم توفيق. طيب حسام حسن، أكرم توفيق ده مش كان إعارة؟ أهو إعارة صح؟ محمد عبد المنعم، فيوتشر محمد عبد المنعم ما كانش هيشوفها في الأهلي، بس حظه كارلوس كيروش عارف ينجمه ويطلعه، القرار الصح انه يطلع عار فلعب في فيوتشر فتألق، فكيروش شافه فانا قطعت عارته ورجعته بعد ما بقى محمد عبد المنعم. فقاعدة الاعارة دي قاعدة ممتازة، فانا مع زياد طارق روح موسم عمار حمدي ربنا يشفيه يعني خلاص، هو بيقولوا انه بيتأهل دلوقتي اخر هو نجع التدريبات الجماعية الحمد لله. طيب حسام حسن سريعا كده، حسام حسن يطلع بقى اعارة 7 سنين، هو انضمومه اساسا كان غلط؟ انا بقول لك يطلع اعاره 7 سنين، نروح لمحمد محمود، الاجابه واضحه، محمد محمود يطلع اعاره في الخليج 7 سنين يامن مستقبل واحنا بعد كده نبقى مستنيين. محمد محمود ده شارع. محمد محمود حظه وحش وبيحارب الاصابات. انا هفكرك بمثال سريع، هو بعيد طبعا، ما انا مش قصدي خالص المستوى ولا الكلام ده، بس في حاجه كده بيقول لك تغيير العتبه، والله بتكلم بجد. ايدن هازارد كان نجم ومكسر الدنيا في تشيلسي، ويلا لازم يروح ريال مدريد، والمدريديه كانوا فرحانين جدا جدا، راح ريال مدريد الراجل من يوم ما راح وكانه النحس ركبه، اصابات ما بيشوفش اساسا الملعب. تفتكر ممكن محمد محمود لو فعلا غير وخرج من الاهلي ربنا يكرمه؟ ما هو الاهلي بصراحه عمل اللي عليه زياده معاه، وهو كل جمهور الاهلي بيحبه. تمام، انا بحب اللعيب ده لانه موهوب ومؤدب وعنده لمسه مختلفه، بس انا ما ينفعش احبك اكتر ما انت ما تحب نفسك. محمد محمود ما ينفعش اخاف عليك اكتر ما انت ما بتخافش على نفسك. ازاي؟ محمد محمود حصل له اصابتين قمه النحس الكروي، 2 صليبي ورا بعض، متفقين؟ اها تمام. ثم مع هذا النحس المطلق حصل له دعم مطلق من الجماهير، فضلت صبره عليه وبتدعمه وبتشجعه طول الاصابه، ده حقيقي، ومن الاهلي اي لعيب جاله صليبي في التاني المفروض يقول له بشكل خلاص هنعمل ايه، بالعكس راتبه ماشي بشكل منتظم، راتبه ماشي، علاجاته وعملياته واستشفاءات وكل حاجه انت معانا، ولا كانه ولا تحمل هم. في دعم بعد كده؟ لا الحقيقه تمام. ثم ربنا شفاك وعافاك ورجعت واتدربت وبقيت جاهز، وجات لك الفرصة على طبق من ذهب، انه الدروب اللي حصل لمستوى الفريق الاول في نهاية الموسم اللي فاضي واللعيبة كلها جالها اجهاد، كلها مش عارفة تشيل رجلها، فقرار من مجلس ادارة النادي الاهلي ان كل لعيبة الصف الاول اللي لعبوا 3 مواسم متواصلة دول يريحوا، وهنلعب بالناشئين والصف الثاني والبودلة وبتاع لحد بداية الموسم الجديد. فجالك 3 ماتشات في الدوري، 3 4 ماتشات في الدوري، على 3 4 ماتشات في الرابطة، على ماتشين افريقيا، على حاجه كده. وفعلا سواريش كان بيدفع بيه، سواريش المدير الفني، ايوه طبعا شفناه، وشفنا الثنائيات اللي كانت بتتعامل مع احمد سيد غريب، وشفنا الحقيقه. الحقيقه انه كان في شويه، مش هقول دلع، بس كان في شويه عدم. طب ما هي الفريق الاهلي كله كان في شويه عدم برضو استقرار وتذبذب، طبيعي ينعكس عليه. لا ولا انا دلوقتي بتكلم على الفرد. انا واحد حصل لي كده، جيت للاهلي فحصل لي 2 صليبي ومع ذلك جالي دعم فظيع، ثم جات لي الفرصه بقى اهو ان انا اثبت للناس انه انا مش صفقه وحشه، وان الفلوس اللي اتصرفت عليا في العلاج ده ما اتضيعتش، وان اصبروا بقى شوفوا اللي جاي من محمد محمود. الدقيقه اللي انزلها في الملعب احس ان انت بتموت نفسك، تستقتل على كل كوره بالبلدي كده، بتهين نفسك عشان تمسك فرصتك. ده انا مش شفتوش بينزل يلعب شويه بالشوكه والسكينه، شويه لا الكلام ده لما تحجز مكانك يا محمد، لكن وانت بتاخد الفرصه عايز تقول للناس وتقنع المدير الفني الاجنبي سواء سواريش اللي فات او كولر دلوقتي ان انا استحق الفرصه،
الناس دي اسمع، ما هو لازم اللاعب يبقى ذكي، اسمع هو اتكلم ازاي على كريم فؤاد وعلى اكرم توفيق وعلى طاهر محمد طاهر. كولر قال ايه على الثلاثه دول؟ بيقتلوا، قال بيموتوا نفسهم في التدريب لدرجه ان انا اتكسف على دمي لو ما اديتلهمش فرصه. خلاص انا كده فهمت انت وجهه نظرك ايه في محمد. لازم تموت نفسك وتخليك تحرجني ان انا لازم اديك فرصه، لكن هتنزل تلعب برنس لمسه هنا ولمسه هنا لا. طب خلينا، لان انا كنت نفسي جدا يلا بينا عشان اكلمك احنا. طبعا اتكلمك في مجموعه كاس العالم بس مش هنلحق. ده نهار ابيض. هو سؤال واحد، هو سؤال مين اللاعب اللي كنت نفسك تشوفه في كاس العالم وللاسف مش مشارك؟ غير صلاح وغير مصر. غير صلاح وغير مصر. ساديو ماني. لكن انا عارفه ان انت زعلان من جواك ان المهاجم الدبابه مين؟ الهجام ايرلينج هالاند مش موجود. هلن؟ خلاص هنقفل الحلقه على كده. انا عارفه يا جماعه ان استاذ تامر زعلان جدا ان ايرلينج هالاند مش موجود في كاس العالم. ده بياخد صحابه، ده بياخد صحابه. انا بشكرك. نورت يا ولد. الحمد لله عدت من غير ما يطردني. لا لا يا سلام، صاحب البيت. ربنا يخليك. شكرا. خلصت حلقتنا النهارده وخلص اسبوعكم، اشوفكم ان شاء الله يوم الاثنين الجاي على خير. تصبحوا على خير.